مساء الخير واهلا وسهلا بكل المشاهدين اللي انضموا لنا هلا حتى يتابعوا معنا حلقه جديده من ببيروت. هالبرنامج اليومي يلي بيطلع عليكم لمده ساعتين ونص من الوقت مع اخبار من حول العالم، تقارير وضيوف من مختلف المجالات. بهاللقاء رح اترافق انا وماري نويل. مساء الخير ماري نويل. هاي نانسي، كيفك؟ كيف النشاط اليوم؟ نشاط حيويه تمام. اكيد حلقه جديده من ببيروت اليوم بتحمل مواضيع كثيره رح نضوي عليها بسياق حلقتنا. وبالبدايه بدي رحب بالضيوف الموجودين معنا، اخصائيه التغذيه نتالي منيمنه. هاي نتالي. هاي. وايضا خبيره الصوره والاتيكات سلام سعد. اهلا وسهلا فيكم. اليوم شو رح يكون عندنا مواضيع؟ اليوم اول شيء بدي رحب فيك، انا اول مره بكون مع بعض، صار لك فتره على الهواء بس انا اول مره بكون معك، بتمنى لك كل خير. ميرسي. اليوم بدنا نحكي عن جينز، هاللباس حبيب الملايين، بدنا نحكي ايمتى فينا نلبسه وايمتى لا، الاتيكيت شو بقول لارتداء الجينز. هيدي الفتره بفتكر بلحظه رح احبها بامتياز، لانه دائما بقول لي الجينز على الهواء. نو no. رح نشوف اذا يس ولا نو. ما رح احكي انا بحبه لبيلال بس هلا عم بحبه اكثر واكثر. تحيه لك، بنوجه له تحيه كثير كبيره. ونتالي شو اليوم شو رح نحكي عن اهميه الغذاء وخاصه للرياضيين وحتى اللي مش رياضيين، يعني بيروحوا بيعملوا سبور عادي كروتين يومي قبل ما يروحوا على الجيم ومن بعد ما يجوا على الجيم، شو مفروض ياكلوا، شو هن اهم الاغذيه تيكونوا بصحه سليمه. لكن مواضيع كثير مشوقه رح نضوي عليها بالحلقه، وانما رح نقول هلا للمشاهدين شو المواضيع يلي رح تمرق معنا بساعتين ونص على الهواء. لكل السيدات فقره تجميليه بامتياز مع خبيره التجميل جورجات ريشا. المصممة الكويتية فاطمة اسماعيل بضيافتنا وبتعرض مباشرة أحدث مجموعاتها. أكسسوارات أفريقية الهوى مع جوليا ومصطفى بتترافق مع موسيقى مميزة ومختلفة. والإيمج كونسلتنت شانتال شلهوب بتعرفنا إلى الطرق الأنسب لارتداء الجينز الواسع. ومثل العادة مجموعة من الأخبار، رح بلش أنا بخبريتي وهي عن فنان سعودي أو جراح عفوا سعودي اسمه وائل السبيل، تمكن من تكوين صورة بورتريه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أطال الله عمره، ونالت إعجاب كل شخص شاف هالبورتريه. واستخدم عبوات من القهوة الصغيرة خلال عمل هالصورة. وقام السبيل يلي بيشتغل بأحد المستشفيات الألمانية ببرلين برسم العديد من الشخصيات بنفس الطريقة، مستفيد من اختلاف ألوان هالكبسولات يلي استخدمها لتحديد الملامح وباقي تفاصيل الوجه. ونشر السبيل هالصور عبر حسابه الشخصي على انستغرام، وطبعا الأصداء كانت إيجابية ومشجعة، وكما طلب عدد من اللي شافوا رسوماته أنه يشتروها ولكنه ما عرض أي منا للبيع. حلو قديش فنان هالشخص. صحيح. عن جد صحيح حلو، وعن جد بنشوف قديه في ابداع. أي. واول مره بنشوف هيك طريقه. بتعرفوا صبايا بغض النظر، هو عاده الجراحين شاطرين بايديهم، يعني بنلاقي كثير منهم عازفين بارعين وكذلك كثير منهم رسامين بارعين، ولكن هالصوره بتوصل اكثر لانه بتعبر عن الحب. الفن صح. هو وسيله لايصال الحب، فكيف اذا كان للملك سلمان بالتالي في عاطفه وفي حب مجلي اكثر. صحيح. بجماليه اي من القلب طالعه من القلب، والصوره جميله فعلا. حلوه كثير، تحيه لإله. صحيح. تحيه اكيد للمملكه بكافتها وبكامله. نعم. نتالي خبرتك لليوم شو هي؟ انا اليوم رح خبركم خبريه كثير مهضومه، واللي هي انه تخيلوا شي مره عم تاكلوا محار. أوكي. بيطلع لكم مثلا لؤلؤه. واو شو رايكم؟ هلا لا ببص بكيف. ايه عن جد، لانه في سيده امريكيه هي باحد مطاعم بامريكا بمدينه فرانكلين تحديدا، طلبت وجبه طعام مكونه من قطعه محار، فهي وعم تاكلها حست شيء كثير قاسي تحت سنينها وزعجها هيدا الشيء. بقى طلعت وقت بتلاقي انه في لولو؟ نعم في حبوب لولو بالاحرى. واو. 50 حبه تحديدا. مضبوط 50 حبه لولو.
فكرت اول شيء رح ينكسر اسنانها، بس طلع اخر شيء انه لا، وقرروا انه صاحبه المطعم اجت لعندها وساعدتها تينقوا هالحبوب وعطتها اياهم، قالت لها هدول حقك لانه انت اللي طلعوا لك ب شو هالزور. يعني صار في الغنيه عم بيقولوا على خدك حبه صار في حبه لولو يعني طلع لها عقد واسواره وحصه الخاتم. حلو عن جد، محظوظة ويعني منيح هلا ما كسرت اسنانها، بس هلا اكيد بدها اللولو. انا معلش اذا بدي يطلع لي لولو بنكسره من اسنان، فيك ترجع تزرع فيك ترجع تحطيهم. بس بنأكد هون بس بوضح انه المحار اللي عم يستخرجوه هو من خارج من خليج المكسيك بولاية لويزيانا. يعني اذا بدك تروحي دغري بتروحي بتغطسي هونيك بتطلع او بتقدري تطلع. على فكرة بتعرفوا كيف ممكن نميز بين حبة اللولو المضبوطه والحب البلاستيك او التقليديه؟ كيف بدنا سنين مزبوط. عاده بنحطها تحت سنيننا بنكدشها شيء بسيط او بنترقب سنيننا. اذا حسيتي كانه معدن او شيء قاسي بتكون قصديه، اذا حسيت بلاستيك يعني هيدي شيء مش مزبوط. فبالتالي سنين واللولو متلازمين مع بعض. بس ما بعرف انا رايي يعني خبيره صوره واتيكيت مصممه مجوهرات يا ريت خبيره لولو خذ العين. عن جد نحن فخورين فيكي، وانا دائما بقول انه بحب انك تكوني موجوده معنا بالبرنامج، وهذا الشيء بيسعدنا وهيك بيعطي قيمه للبرنامج. هيدا قد ما بحبك وبحب البرنامج تستميلي. ثانك يو ثانك يو سلام. اوكي شو خبريتك؟ انا خبريتي مخيفه اذا بدكم، وبتمنى من كل اللي عم يسمعونا ما حدا يحاول يقلد الخبريه اللي عم نقولها، لانه فيها خطر مش خطر عادي، خطر مميت. في احد الشباب الاندونيسي وهو على ما يبدو فقير الحال، ولكن كان عنده حلم انه يسافر على جاكرتا، ولكن ما معه مصاري فقرر يفوت على المطار خلصي يتسلل على المطار ويطلع بالطياره، بس ما معه حق تيكت طياره، فطلع بمحل فجوه الاطار الطائره يعني محل الدولاب. بهالعمل الخطر قدر حقق الشاب اللي اسمه ماريو ستيفن امباريتا، ويلي عمره 21 سنة، حلمه أنه يقدر يسافر من سومطرة لجاكرتا بطريقة كتير خطرة، ووصل على المطار اللي هو رايح عليه، وبكل مفاجأة للكل أنه نزل من الطيارة من دولاب الطيارة الخارجي بسلام، بس منصاب بشوية دوخة شوية وجع راس. هلا شي نحن صار عنده ارتجاج منيح ما مات منيح ما مات، لأنه صبايا مش بس بالهواء الطلق ومش بس هو بيعرضها لكثير مشاكل وضغط، عم بيتعرض للبرد، الموت من البرد، لأنه خارج الطيارة ممكن توصل لدرجة الحرارة للصفر وما أدنى إضافة للضغط. هلا وصل بسلامة الله سلمه، بس اللي عمله شي كثير مخيف كثير خطير، ما حدا يجربه اكيد. إيه يعني انا كثير قوي وحقق حلمه، بس اكيد ما بننصح حدا يعني إيه؟ يقوم بهيدا الشيء. بس انا اللي مستغربته انه كيف قطع هالسكيورتي، كيف مرق سياج على ما يبدو انه في سياج، كيف ما حدا انتبه له يعني وين هالامن، في سياج هرب منه. هلا اللي عنده احلام في حقيقه بكثير بساطه، لو صمت سنت سنت كل يوم يعني دولار دولار كل اسبوع ممكن يقدر يجمع حق تيكت، او لو راح على شركه الطيران قال لها انا عندي حلم خديني بحلمك ممكن كانوا ينظروا فيه. او ليه ممكن حدا ممكن يعملها؟ لازم نحلم لنوصل هيك، نحلم ونصدق الحلم بس بنحلم، لازم نحلم بطريقه ونحاول نحققه بس بعقلانيه. صحيح صح صحيح. انا خبريتي اليوم مثلي خبرت وخبرت خبريتي اليوم من موسوعه جينيس للارقام القياسيه، وهي عن ارنب جيف بينافس والده داريوس لدخول موسوعة جينيس كأكبر أرنب بالعالم، وبيبلغ طول داريوس يلي عمره 3 سنوات وصاحب لقب أكبر أرنب بالعالم 1.3 متر ووزنه 22 كيلوغرام، بينما بيبلغ طول ابنه الصغير جيف بالوقت الحالي 1.1 متر. وأوضحت ملكة الأرنبين أنه دايما بتنظر إلى داريوس باعتباره الأرنب الأكبر حجما بالعالم، ولكن عند النظر لابنه جيف بتلاحظ انه عملاق للغايه بالنسبه لعمره الصغير يلي ما بيتجاوز 6 اشهر. وبتنفق السيده ادوارد حوالي 5000 جنيه استرليني سنويا باطعام الارنبين، فهن يستهلكوا 2000 جزره و700 تفاحه سنويا، وبيتناولوا اثنيناتهم يوميا طبق كبير من المواد الغذائيه المخصصه لهم وحزمه
أزمة من القش أسبوعياً، وبتقول إدوارديز إنه ما بتصدق إنه داريوس بيفوز بلقب أكبر أرنب بالعالم بعد 5 سنوات من نموه السريع، لأنه شكله عند الولادة كان كثير طبيعي. بعرف هون نتالي يعني تعلق شوي على هالغذاء اللي عم يتناوله، يعني 2000 جزرة و700 تفاحة في دايت لإلهم يعني. هلا هلا اوكي، هلا بالنهاية كل حيوان، بس انه تاخذ هالكمية اكيد بده يكبر هالكبر يعني. انت بتحسي انه الغذاء هو يلي اثر ولا لا؟ هيدا اكيد في شيء جيني، هي اكيد في شيء جيني اثر عليه بالغذاء. اكيد بده كمية اكبر لانه حجمه اكبر، بس مش لانه عم بيتغذى اكثر. اللي عنده، انا ربيت ارانب، اللي عنده ارانب بحس انه ما بيشبعوا مهما طعميتيهم بيضلوا عم بياكلوا، فبالتالي كله بياكل الارانب. قديش بده اهتمام يمكن كل فتره لفتره لازم تاخذه عن طبيب بيطري تشوف اذا صحيا منيح. ما شفنا الام صبايا، ما شفنا نتالي. هلا رح انتقل انا وياك لعند الشيف شادي ابراهيم على المطبخ لنشوف اليوم شو محضر لنا. طبق مثل ما عرفنا طبق ايطاليا، ايطاليا مع الشيف على طول. هاي هاي، كيفنا؟ تمام. اليوم شو عم تحضر لنا؟ اليوم عنا دوبلا جايين فيهم لنفرجي المشاهدين كيف بينعملوا على اصولهم. اوكي، مثل العاده تعودنا على هادي ابراهيم كمان بيجي على البروجرام بده يعمل ايطاليان فود. اليوم في عنا الباستا وفي عنا بلا دولشي اللي هو يعني الدسر. اوكي، الباستا هو بيني بومودورو اي بازيليكو الا سيسيليانو، رح فسر لكم اياها بالانجلش وبالفرنش اللي ما بيعرف انجلش بعد. اوكي، البيني دي بومودورو اي بازيليكو يعني بيني مع صوص طماط او بازيليك مع الحبق. بازيليك اللي هي دائما بنشوفها بالاطباق. مزبوط، مش بس بازيليك يعني، في عندنا ميكس هيربز يعني، في عندنا الرومارين، في عندنا الاوريغون، في عندنا البارسلي، في عندنا الانات. اوكي، لما نقول نحن الا سيسيليانو يعني نحن لازم يكون الانجريديون اللي نحن عم نستعملها بقلب الفلا هي من سيسيليا من ايطاليا. اوكي، سو انا جايب معي الباذنجان، جايب معي البارميزون تشيز، جايب معي اذا ملاحظين النعنع. شغله غريبه شوي بس كثير مشهورين بزراعه النعنع. انا حبيت اعمل الصوص طماط هلا قدامكم كرمال تشوفوها نحن كيف حنعمل السيسيليان صوص طماط. اوكي، نحن في عندنا هون الاوليف اويل اللي هو الاكسترا فيرجن. اوكي، راح نحط تقريبا 150 جرام. بتعرفي كل شيء ايطاليان فود بده زيت زيتون، لانه زيت الزيتون مش كل شيء ايطاليان فود، انا قصدي كل شيء صوصات بتعتمد على صوص طماط وفيها هيرز، زيت الزيتون كثير بيلبق معه. اوكي، وكمان بيضلوا صحي واحسن من غيره. مزبوط 100%. هلا نحن في عندنا البصل، البصل رح نقطعه ناعم. نتالي بنعرف انه اوقات الاطباق يلي فيها باستا فيها صوص دسمه بتنصح، بهالحاله شو بتنصح للاشخاص يلي عم يتبعوا حميه غذائيه وبحبوا هالنوع من الماكولات؟ اكيد نحن ما بنمنعهم، خاصه للناس اللي بده ينتبهوا لوزنهم، اكيد كميات معتدله هي الاساس، لانه طالما هن عم بياكلوا من هالانواع. هلا اذا الشيف بيقول لنا كيف يحضروها بطريقه مضبوطه، نحن كثير بنستفيد من هالشيء، لانه كل العالم ببيتها بتحضر هالنوع من الباستا، بس هون الفرق قد ايه كميه الزيت رح يكون قليله او كثيره عند كل حدا. انا عندي معلومه صغيره لاي صوص عم نعمله نحن ايطاليا، نحن طالما نحن عم نعمل صوص طماط بدنا نبعد شوي عن الزبده، لانه الزبده مع صوص طماط ما بتلبق كثير، زيت الزيتون مع الهيربز لانه بيلبق اكثر اللي بيفوت بالصوص طماط. اوكي، اذا نحن عم نعمل شيء كريم نحن بدنا نخفف نسبه الكريم، نعلي شوي نسبه الحليب. يعني اذا نحن عم نعمل فور اكزامبل باستا دي الفريدو، اوكي، اللي هي كلها كريم واللي هي كلها بارميزون وكريم وهول الاشياء اللي فيهم فات كثير، نحن فينا نخفف نسبه الكريم. يعني اذا عم نعمل 200 جرام كريم فينا نحط 100 جرام كريم، 100 جرام حليب، لانه مثل ما بتعرفوا انتم كل جرام كريم بيعطي 7 كيلو كالوري ل 8 كيلو كالوري. سو هون الزبون اللي عم ياكل رح يجي لعنا بعد شهر، انا اكيد ما رح يجي لعنا. اوكي، فهون دور كمان فينا نجيبها لايت 100% بتكون كمان عم نخفف شوي. اكيد 100%، بس انا هون بدي احكي شغله انه على طول لما بدنا نعتمد هالطريقه الحميه الغذائيه التيست رح يختلف معنا بالاكل. اوكي، رح كمل نحن. شوف عم شوف هون في فريز عم بتحضر دسير. مزبوط، خبرنا شوي الدسير اللي عم بتحضره. نحن الدولش اللي حكينا عنه هو تورتا كون فروغولا اي فروماجيو دي ماسكاربو. اوكي، يعني عندنا الكيك مع الستروبري مع الماسكاربوني تشيز، نحن الميكس اللي نحن تعودنا بنعمله على طول، الماسكاربوني والحبق والكريم تشيز
والسكري جلاس مع بعض كلياتهم، شيء قريب للزعبليوني بالايطالي بسموها، اوكي؟ رح يكونوا مع بعض. مانيو كثير بتلبق مع بعضها، ليش؟ لانه اثنيناتهم مش هالبلايات الثقيله على المعده، عرفتي كيف؟ يعني انا هون عامل يعني عم جرب تعملهم بطريقه كمان ما تكون فيها كثير كالوريز فما تكون دسمه 100%. مثل ما لاحظتي نحن حطينا زيت الزيتون، زيت الزيتون هو دهون غير مشبعه، يعني قد ما حطينا زيت زيتون مش حينصحنا مثل الزبده، الزبده كل جرام 9 كيلو كالوري، سو اكيد زيت الزيتون رح يكون اقل لانه هو طالع من شجره مش طالع من ماده حيوانيه. في انا اقول شيء هو معك حق، هي ككالوريز نسبه الكالوريز تقريبا ما كثير بتختلف، بس مزبوط. كصحيا هي صحيا زيت زيتون اكيد نحن بنفضل زيت زيتون لانه عم تاخذ مثل ما قال الشيف. بس انا حاب اعطي معلومه صغيره على زيت الزيتون، كثير كثير طيب وكثير صحي زيت الزيتون، وقت اللي نحن بنعمل الاكله ما نحط لها زيت زيتون، اخر شيء من بعد ما نطفي النار نحطه على البير. نحطه على البير، يعني انا هلا عم بعمل لنقول مثلا فور اكزامبل بني على الارابياتا، اطبخ البني على الارابياتا مع صوص طماط مع كل شيء مع الحبق مع الهيدا، اخر شيء طفي النار حط الويدو ليف. مش اذا بنطبخ ونحط زيت بالاول بتختلف النكهه كثير منيح، فينا نحط نص الكميه اول شيء، فينا نحط نص الكميه بالاخر كرمال تعطينا اللمعيه بالاكل، كرمال تتعرف زيت الزيتون انا ما بفضله يحترق كثير على النار ويسخن كثير على النار لانه بيتغير التيست تبعه، لانه بصير ما بعرف هي بتعرف انه يعني نظريا بتاكدنا انه بعدين نعم. وبصير مأجى صحيا ما بعود عم نستفيد منه، فمثل ما قال الشيف كل ما كان طازه اذا بدك انه محطوط اخر شيء كل ما واذا حطينا نص الكميه كمان بيكون احسن. اكيد هلا هون بتفرق بعيارات الطبخه يعني حسب مزبوط 100%. يعني نحن بدنا نقلب بدنا نعمل قليه لتطلع عنا الصوص طيبس، ونحن راح نحط نص الكميه زيت الزيتون بالاول، اخر شيء رح نرجع نحط زيت الزيتون لنعطيها ماسك هذه اللمعيه اللي بتطلع بالباستا اخر شيء، اوكي؟ بس اليوم البلا حابب انا احكي عنه شوي كفي، انه البلا هو سبيسيال، هو ستيلي انا، يعني هو ايطاليان مزبوط بس على ستيل، يعني في بقلبه تشيري توميتو، في بقلبه باذنجان، معمول يعني كمان بطريقه صحيه لانه في هالانواع من الخضره اساسا. شيف هادي نحن بنشكرك، اكيد رح نرجع لعندك بسياق حلقتنا لنشوف وين صرت بتحضير هالاطباق واكيد الدسات، لكن مشاهدينا رح ننتقل هلا لعند نانسي ونشوف مين ضيوفها. عنا تقرير هلا رح يكون ماري نويل عن جوينيث بالترو، بنتعرف من خلاله على حبيبها الجديد اللي هو كريس مارتن، كل التفاصيل بالتقرير التالي. لم تتاخر جوينيث بالترو في عزوبيتها كثيرا، فبينما يخرج طليقها كريس مارتن علنا مع الممثله جينيفر لورنس، كشفت بالترو عن علاقتها مع المنتج التلفزيوني براد فالتشوك. منتج جلي والممثلة الشهيرة أطلا معا كحبيبين أثناء حلولهما ضيفين على عيد الممثل روبرت داوني جونيور 50، والذي تم في سانتا مونيكا في سهرة حضرها عدد من المشاهير من ضمنهم جينيفر أنستون، جاستن ثيرو، جيسون بيتمان وآخرون. يذكر أن أخبارا حكيت عن أن علاقة تربط بين جوينيث والمنتج منذ بعض الوقت، لكنهما لم يخرجا معا في العلن قبل اليوم، لكن يحكى أيضا أنهما ارتدا بعيدا عن الكاميرات إحدى الحفلات التي سبقت حفل الأوسكار شباط الماضي، كما واستمتعا برحلة مع الأصدقاء إلى يوتا حيث تناولا العشاء في مطعم فيتنامي وذلك في آب العام الفائت. أضف إلى ذلك فإنه رغم طلاق جوينيث من كريس مارتن فالاثنان لا يزالان مقربين عقب زواج دام 10 سنوات وذلك لصالح أولادهما، كما وأنهما سافرا مؤخرا إلى المكسيك مع الأولاد أبل 10 سنوات وموزس 9 سنوات. شكلي أنا عم بفول على رجعة كريس مارتن مع جوينيث بالترو. لا هي هلا عم مع بعض إيه صح، وعلاقتهم بعدها كثير حلوة، بيهتموا دائما بالولاد مع بعض. هي هلا مغرومة بمنتج تلفزيوني إيه. وكريس لحق جينيفر لورنس بتمنى هيدا بعد 10 سنين حدا جديد، ما بعرف قد ايه رح تضاين هيدي العلاقة. ضاينت 10 سنين أول علاقة، إن شاء الله الثانية ربع ربع. إن شاء الله مقبلين مقبلين كفيلة إنه تبين لنا كل شيء. صحيح. بدي أقول هون لكل المشاهدين يلي ما تابعوا امبارح برنامج أو البرايم تبع برنامج نجمة العرب ذا ستار اللي هو من تقديم وإعداد زميلنا بلال العربي، الليلة فيكم تتابعوه على شاشة الـ LBC الساعة 7 بتوقيت المملكة العربية السعودية. 12 صبية تم تصفيتهم خلال جولات على عدد من الدول العربية، تتعرفوا إلى مواهبهم بشكل أكبر من خلال البرايمز،
وبالنهاية صبية وحدة رح تفوز لتكون خليفة نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد اللي بتشارك وبتقود مهمة الاختيار إلى جانب طبعا أهم الأسماء من العالم بالسينما والتمثيل. نحن رح نتوقف هلا للحظات قليلة مع الإعلان وبنرجع بنتابع، خليكم معنا. اثنتا عشرة صبية تأهلنا للمرحلة النهائية، رودي سماحة من مصر، سالي جفال من الجزائر، هبة رحال من مصر والجزائر، ماريا زبيك من لبنان، ريما ناصر من فلسطين، شيرين سيف النصر من مصر، فرجانية بن حمزة من تونس، كاميليا مجاهد من المغرب، هبة وحيد من مصر، آمنة طعم الله من تونس، أفنان مؤمن من مصر، أمان الصيد من تونس. سوف تبدأ المنافسة، ترى من سيفوز بلقب لصار نجمة العرب. مرحلة التصفيات تبدأ هذا الأسبوع. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار مباشرة من النمسا. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي من سيدار، بريق يخطف الأبصار. ستائر مرصعة بكريستال شوارفسكي النمساوي الأصلي، موجودة فقط لدى سيدار. الرياض، جدة، الدمام، الخبر، المدينة المنورة، أبوظبي، دبي، الشارقة، العين، الدوحة، البحرين، مسقط. أغنية الفنانة سميرة سعيد، مظلوم. حاليا على موقع iTunes.com، كل ما أشوفك تقول إنك محمود، وعلى شبكات الاتصالات، كل ما أشوفك تقول إنك محمود. سميرة سعيد، مظلوم. تحميل الكولتون أو النغمة الخلفية لموبايلك، أرسل كود النغمة إلى رقم بلدك. إنتاج روتانا. حفل غنائي ساهر مع أكبر نجوم الأغنية العربية، الفنان عبدالله الرويشي، الفنانة نجوى كرم، الفنان وليد الشامي، والفنان عامر زيان. الجمعة 17 من ابريل 2015 على مسرح حلبة البحرين. اثنتا عشرة صبية تأهلنا للمرحلة النهائية، رودي سماحة من مصر، سالي جفال من الجزائر، هبة رحال من مصر والجزائر، ماريا زبيك من لبنان، ريما ناصر من فلسطين، شيرين سيف النصر من مصر، فرجانية بن حمزة من تونس، كاميليا مجاهد من المغرب، هبة وحيد من مصر، آمنة طعم الله من تونس، أفنان مؤمن من مصر، أمان الصيد من تونس. سوف تبدأ المنافسة، ترى من سيفوز بلقب لصار نجمة العرب. مرحلة التصفيات تبدأ هذا الأسبوع.
نجمة العرب The Star ليلة الساعة 7 المساء على الـ LBC. لأنه صحتك بالدنيا خصصني لك برنامج. فيك تسأل تستوضح ويصير عندك معلومات. ما عليك إلا تتابعنا كل يوم وتتصل، لأنه مجموعة من الاختصاصيين موجودين معنا كرمالك. وبس كرمالك، لأنه صحتك بالدنيا. صحتك بالدنيا يوميا الساعة 5:30 المساء على الـ LBC. Hello everyone, this is Ricky Martin and you're watching Pop Up. معكم كارول سميحة، عم تحضروني ب Pop Up. Hi Angela, it's Cody Wise. I just wanted to let you guys know, keep watching Pop Up. تابعوا كل اخباري على برنامج Pop Up. What's going on? This is Neo and you're watching Pop Up. This is Aloe Black and you're watching Pop Up. تابعوني على Pop Up. على LBC وقناة روتانا مع أنجيلا. مروان خوري. وائل جسار. رامي عياش. في Pop Up تميز كين وبعض الهدف. Pop Up الأربعاء الساعة 7 المساء على LBC. ستائر مرصعة بكريستال شورفسكي من سيدار. متابعين حلقتنا لليوم من ببيروت مع فقراتنا العديدة، وهلأ رح ندخل لعالم التغذية والرياضة، وبصرنا أكيد نستضيف عن جديد ناتالي منيمنة أخصائية التغذية، وبرفقة المدرب الرياضي أنطونيو لبيان. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم ناتالي. يعني دايما بنعرف أن الأشخاص يلي بيمارسوا الرياضة عطول بيتسألوا شو الغذاء يلي لازم يأكلوه قبل السبور والغذاء بعد السبور، فشو النصيحة اللي بتعطيهم إياها؟ تبلش احكي شوي، لانه هيدا عم بيصير في كثير لغط عند العالم، وفي كثير ناس ما بيعرفوا بالاحرى كيف وشو ياكلوا. ضروري مثل ما الانسان العادي واللي ما بيمارس رياضه روتينيه، اذا بدنا نقول اول شيء قسم وجباته يكونوا لخمس وجبات بالنهار، من خمسه لست وجبات بالنهار. هيدا البيزك اذا بدك نحن كبدايه، وبنرجع بعدين هلا حسب نوع الرياضه واي متى، يعني اي وقت، اذا كانت الصبح، اذا كانت الظهر، اذا كانت عشيه. هون بصير تقسيم الوجبات، يعني الوجبات الاساسيه ترويقه غدا عشاء بدهم يكونوا اجباري، بس الفرق انه وقت الجيم وقت الواحد يروح على سبور يعني لازم يكون اخر وجبه اساسيه له 3 لـ 4 ساعات، يعني يكون فرق 3 لـ 4 ساعات اخر وجبه اخذها لحتى يرجع يروح على السبور. وبس يروح على سبور ما لازم يكون مش اكل شيء، يعني قبل بنص ساعه او ساعه لازم يكون اخذ شيء سناك خفيف مثل موزه، مثل تفاحه، مثل ميلك شيك. هلا رح نحضر ونقول كيف. وكما انه من بعد ما يجي من السبور بده يعبي هيدا الانرجي اللي روحها واللي هي الجلايكوجين اللي حتكون اكثر شيء بتحترق بسرعه، هي بتعطينا طاقه كمان بهال المواد، اذا فينا نقول مثل حبه الفواكه مثل ما قلت، موزه او تفاحه، نرجع بعد ساعتين نقدر ناخذ وجبتنا الاساسيه الثانيه. اوكي، فهول البيزكس وهول ضروري يعرفون العالم. كما انه اللي بده يروح الصبح ممنوع يكون رايح على الريق، لانه اللي عنده مضبوط او بيشربوا قهوه بيروح انه لازم احسن على معده فاضيه بتدي نتيجه اكثر تحرق اكثر وهيك. لا مش مضبوط ابدا، بالعكس، لانه الانرجي نحن عندنا اياها بدنا مطرح نصرفها، فلازم يكون عندنا بديل يعني حتى نقدر نصرفها. حتى الصبح كمان لازم ينطر 3 ساعات من بعد. هلا الصبح اذا كان الصبح كثير بكير، يعني اول ما يوعوا ضروري ياخذوا شيء كثير خفيف، مثلا مثل كبايه لبن او سريال مثلا، او حبوب الافطار. مزبوط، مع حليب، سريال مع حليب، هيدا شيء كثير خفيف، او حتى حبه فواكه اذا كان شيء كثير سريع، بس ضروري يكون لهم نص ساعه او ساعه اخذين هالوجبه
بيرجعوا بيروحوا بيعملوا الروتين اللي هو ساعة مبدئيا وبيرجعوا بيجوا بتناولوا وجبتهم الرئيسية. أنطونيو، الأشخاص اللي بتدربهم قديش بتركز على طريقة عيشهم يمكن وشو يعني اللايف ستايل تبعولهم، شو بياكلوا، أي متى بياكلوا؟ 100% هذا مثل ما قلتي بتصير لايف ستايل آخر شيء. هلا مثل ما كانت عم تحكي نانسي انه لازم نقسم اكلنا بالقليله ل 6 ل 7 تايمز ا داي، انا ما فينا نعمل، في ناس كثير بيفكروا اذا بناكل مره واحده بورسيون واحده خلص بدي اضعف بدي اعمل، هذا شيء كثير غلط. وهن اكثر الاشخاص اللي بيكونوا ناصحين هن اللي بياكلوا هالوجبه. هالوجبه وحده مضبوط لانه ميكانيزم الجسم ما بده يحرق الفات، ما بده هذا، بصير عنده مشاكل كثير، بس انه على بعد ما بتعرف. هلا عم نجرب قد ما فينا نعرف على العالم انه لازم ياكلوا كيف، لازم ياكلوا قديش، وحتى سناكس بتوين ميلز، يعني هيدي اهم شيء بالنسبه لي انا، انه كل العالم اللي بدربها فهمها كيف لازم ياكلوا قبل ما بلش التدريب انا وياهم تريننج، انه هيدا 50 يعني 50% من الشغل لالون هو على الاكل، وال 50 الثانيه هي بتوين تريننج اند ريست، الرياحه اكيد اهم شيء. نعم، مشان هيك هون يمكن الاشخاص يلي عم يعملوا سبور ليخسروا وزن لازم ياكلوا يمكن انواع اغذيه، يعني ما بعرف اذا ناتالي بتفسري لنا اكثر عن هالموضوع، والاشخاص يلي عم بيربوا عضل كمان في نوع غذاء لازم ياكلوه بعد الجيم مختلف. فهون اذا بتحددي لنا يعني لحسب كل كيس الاشخاص شو لازم يتناولوا. نعم، تنبلش نحكي عن مش الرياضيين كالرياضيين اللي بيعملوا كتير سبور، يعني او حدا اول ما بلش يفوت على الجيم ببلش دغري هاي بروتين دايت تنقول، او بلش بالبروتين شيكس او هيك، هيدا شيء كتير غلط لانه جسمك او الجسم اللي عم بمارس هالتمارين الرياضيه بعده منه كثير معود على هالطاقه اللي يصرفها. فضروري اهم شيء اللي الناس بفكروا انه ياخذوا بروتين مثل تونه مثل دجاج مثل لحمه بيض، هدول الاشياء ضروري ان ياخذيهم بكميه معتدله، بس الاهم ياخذوا نشويات. نشويات مثل خبز مثل باستا مثل رز مثل بطاطا، حتى يكونوا عندهم هالانرجي يعني هالطاقه. بس هيدا يمكن سوري ناتالي عم بقطشك، انه يمكن وقت الظهر على وجبه الغداء، حتى الصبح، حتى الصبح مش بالليل. بلا حتى يعني هولي بيتقسموا، يعني حتى رحت على الجيم تنقول بركي بالليل بدك ترجع تاخذي وجبه العشاء تنقول، بلا بدك تاخذيها تكون مقسمه، يعني من ناحيه خضره كسلاد بدنا نحكي، ومن ناحيه بروتينات ونشويات كمان. لازم يكون هيدا البلان اللي نحن عندنا، هيدا البلان المقسم، الحصه الاكبر بتكون مثلا خضره مقسمه بين اللحمة والنشويات. مزبوط، هيدي ضروري. وبدي بس هون نبه على شغله انه الكثير فايبرز يعني الاكلات اللي فيهم كثير الير، نجرب قد ما فينا نخففهم قبل التمرين لانه بتاخر عمليه الهضم. يعني نحن جسمنا تقريبا بده 2 ل3 ساعات تيهضم الاكل، اذا كانت وجبه ثقيله ما راح يقدر يعمل سبور بشكل طبيعي. فضروري الاكلات اللي بتحتوي على الياف ما تكون كثير قبل السبورت، بالعكس ناخذها بعد السبورت، مع انه نحن بننصح بس تكون الفرق بس اي متى ياخذوها بعد السبورت. هي طيب انطونيو، بالنسبه للاشخاص اللي بدهم يضعفوا شو السبور المناسب لحتى يضعفهم؟ الكارديو، شويه اوزان؟ اوكي، هلا في عنا ديفرنت تايبس، بس انا عم بحكي حدا اذا بدنا نقول ناصح شوي. ايه؟ مش انه هالكثير اوفر، مش ناصح شوي، 8 9 كيلو هيدا، يعني خصوصا هلا قبل السمر هلا كل العالم صح. اوكي، سو شو فينا نعمل؟ فينا ندرب على شغله، انا بفضل نعمل كارديو اول شيء 20 ل 25 مينتس. هلا كمان بتفرق الشغله اذا الناس ديجا بيعملوا سبور او ناس ما بيعملوا ابدا سبور. تنقول للاشخاص اللي ما بيعملوا، اللي ما بيعملوا سبور، رح نبلش اول شيء بكارديو اكيد، بروجرام كارديو قول لي شيء 30 مينتس اكيد مشي، بس مش شكل مشي سريع، شوي بلشوا يتعودوا مشي، يعني تشيل 4.5 اكثر شيء 5.5 تقريبا ايه. على الماشين، بعدين كمان بس يتعود نفسهم لما يتعبوا او انه اول فتره بحسوا كثير يعني بيتضايقوا بينقطع نفسهم وهيدا. بعد هيك فينا نعمل برمي على الماشينز صغير كثير، شويه دامز، هلا يمكن نعمل شو بعد شوي هيك على الخفيفه، اوزان كثير خفيفه بس نحرك العضل بقلب الجسم لما نعدل لبعدين. بعدين بنرجع نعمل شوية الليبتيكال او شوية بيسيكلات كمان على الخفيف. اوكي، هلا هي السيستم نتبعه على فترة يمكن شي 2-3 ويكس بترجع بتغير 100%. وهو ضروري يمكن واحد يكون في مدرب رياضي هو يوجه الشخص، لانه مرات بتروح 3-4 ساعات على مزبوط. على الجيم ما بتلاقي نتيجة، ما بتتحسن، ما بتعرفي وين عم تحركي عضلاتك. وحتى هون كمان انا بدي اسال انطونيو سؤال، انه في اشخاص اوقات بيروحوا على الجيم بس كرمال ليحافظوا على جسمهم بينسحوا ماسلز وبيبين، هذا الشيء كيف فينا نتفاداه؟ هذا حسب طريقة التدريب تبعهم،
في كثير عالم مثل ما قلتوا بيقعدوا 2 3 اورز، هي ما بدها نادي، اذا واحد بيدرب مضبوط وبيحافظ على بده شيء ساعه ساعه وربع ماكسيموم ونشتغل وعمل كل شيء بس مشي، منه عايز الاكسترا بيصير بتضايقه بدل ما يستفيد بيرجع لورا. هلا يعني هي أوكي. أنطونيو قبل ما هيك نشوف الخطوات يلي رح تعلمنا إياهن اليوم، خلينا انتقل أنا وياك وناتالي على المطبخ، لأنه ناتالي رح تحضر لنا شيك بروتين شيك. بتحب تجي معنا؟ يلا أوكي. وهيدا البروتين شيك امتى بدنا ناخده ناتالي؟ يعني هيدا بعد السبور ولا هيدا فيه اللي رح اعمله هلا هو كناية عن فواكه وحليب. أوكي. مش أكتر بس. فينا ناخده الصبح قبل ما نروح إذا كنا سريعين نحطهم بالخلاط كلهم مع بعضهم. أوكي. بفرجيكم كيف وساعتها منا بحاجة. رحت مانجو أنا نقيت شو عندي مثلا بالبيت مانجو فينا نحط، حطيت أنا هون تقريبا نص مانجو. أوكي. وبس أجيب ملعقة. أوكي ملح. أوكي. برجع بحط حبة كيوي. أوكي. برجع تقريبا نص يعني 10 حبات فراز. اوكي. وفينا نحط مكسرات كأوميجا 3 وبروتيين، وهون انا نقيت الالموند ميلك. الالموند ميلك مثل ما بنعرف نحن كثير خفيف بالدهون، نحن ما بيناسبنا ناخذ دهون كمان لانه الدهون ثقيله وبتضايقنا خلال التمارين. اوكي. وهون الجوز واللوز بنعرف فيهم كمان اوميجا 3 هيك بيعطونا مزبوط بيعطونا هالبوست يعني كرمال. رح نخلطهم كلهم مع بعضهم. ومنشربها بعدين. ومنشربها فيها تكون بعد التمرين قبل التمرين. فينا نضيف بالعكس كثير منيح الموز مثل ما قلتي لانه الموز كمان نوع من النشويات كمان. والنشويات المعقده يعني اللي نحن بننصح فيها، فضروري يعني شو ما كان عندنا فواكه او موجوده او نحن عندنا نعم ضروري نحط نخلطها. وهيدا اهم شيء ما نزيد يمكن السكر لانه بناخذ السكر من الفواكه. من الفواكه مزبوط. لما بتاخذي انت سكر طبيعي بالنهايه كرمال الانرجي. اوكي. انطونيو البروتين شيك اللي عاده بيكون جاهز بتنصح فيه للاشخاص يلي مثلا في منهم بيعمل ماسل ريكفري من بعد السبور؟ مزبوط. منيح ولا لا؟ هلا هودي هلا في تو سايز من الخبرية. هلا ما بدنا واحد اول ما بلش اول يوم صار بده ياخذ بروتين شيكس وبده لا، هلا في ياخذها اذا حدا اكله كان ضعيف وبده هي نيدز مور، بده هيدي البوش الصغيره ليقدر صح. انه ديجا في عالم بيحرقوا كثير، يعني قد ما ياكلوا بتحسي بعده كثير ضعيف ما عم يقدر يعمل ريكفري مضبوط. بيكون بحاجه. ليش اسمه هذا بس هي نيدز، او يلي بياخذ اصلا بروتين شيكس ما يزيد يعني ما يزيد يعمل مثل اوفر دوز، خلص لانه لازم وان سكوب لانه هو كمان بالنهايه بيأذي مش كثير منيح للكلاوي. مين كرمال الكلاوي كرمال الكبد مظبوط. اوكي خلينا هلا ننتقل انا وياك انطونيو. ناتالي اذا بتحبي ترجعي ترتاحي محلك هيك وتتابعي السبور الخطوات يلي رح يعلمنا اياهم. اوكي رح اعمل اليوم شيء كثير سام كثير هين للشباب والبنات. للشباب والبنات فينا نعمله حتى بالبيت. وي نيد اونلي 1 كيلو بس كيلو وحده. اوكي بدنا نشتغل اليوم شولدرز. اوكي هذا اهم شيء هلا بدنا نلبس 100% بلا كم سو حنبلش حنعمل 3 سيري كل سيري دو 10. اوكي رح بلش اول شيء الفرونت ريز فيري يعني اتس فيري سمبل لايك ذيس. اوكي اهم شيء ما نعلي ايدنا وتطلع فوق راسنا تيجي ستريت. اوكي بنعملها هيدي 10 تايمز ودو 3 سيري. هلا بين كل سيري اهم شيء نعرف كيف نعمل 100% الخطوات بطريقه صحيحه لانه اوقات يمكن واحد يعملها بطريقه غلط وبيأذي حاله 100%. اوكي سو هيدي العاده الفرونت ريس. هلا بعد هيدي فينا نعمل حركه ثانيه اللاترال يلي بتجي سايد على جنب بنجلس هيك ظهرنا ايدينا بنعمل باند هون شوي بنطلع فيها ستريت. يعني هودي كثير سامب بس كثير مهمين بذات الوقت يعني هو مثل باز صغيره يعني في واحد يعملهم ما بدها وقت وبالبيت يلي ما هو هيدي دغري بيشتغل عليها. اوكي سو هيدي ستريت. انتي هولي لا انا بعملهم انا عاده. اوكي واخر حركه بالبيت انا اكثر بشتغل تي ار اكس من تي ار اكس بيرفكت. واخر حركه حنعمل كومبينيشن بين تو او اثنيناتهم يعني سو واحد لازم يغير كرمال يعمل شوك للعدلة كرمال يعني ما في ديما زيت تذيبة يلي هي بتجي هيك يمكن بعد معنا دقيقة. اوكي هيدي هيدي كومبينيشن بين اثنين بين الفرونت فيز واللاترال. اوكي
اوكي ثانك يو انطونيو، ما تجي لازم نشتغل اكثر ما نحكي. خلص اذا انا راب بركي هيك بتكون موجود معنا وبتعلمنا حركات اكثر. نشكر أوكي. حضورك ثانك يو، بنشوفك قريبا جدا. ثانك يو كمان ناتالي، بنشوفك اذا الله راد نكست ويك. الله راد. مشاهدينا بعد البريك رح نكون مع خبيره الصوره طبعا والاتيكيت سلام سعد، رح تحكي لنا كيف ممكن نلبس الجينز وايمتى لازم نلبس الجينز، وشاطل شلهوب رح تقول لنا كيف ممكن نلبس الجينز البادري فام. لحظات قليلة مع الإعلان ومنتابع، وطبعا جمهور روتانا بعدهم مرافقينا، خليكم معنا. متابعين حلقتنا لليوم من ببيروت مع فقراتنا المنوعة، اليوم رح نضوي على الجينز يلي هو عادة سيد المناسبة، ورح نحكي خاصة عن جينز البادي ليفون، ومعنا الإيمج كونسلتنت شانتال شلهوب. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. اليوم رح تعطينا تيبس عن هيدا الموضوع وكيفية ارتداء الجينز. أكيد. وأيضا تنضم لإلك سلام سعد يلي حضرتك خبير الصورة واتيكات، وكمان رح نحكي أكثر عن هيدا الموضوع. شانتال بداية خبرينا شوي عن الجينز وعن جينز البادي ليفون يلي هو موضة هالسنة، وهو كان موضة التسعينات. مزبوط، هو كان موضة السبعينات، يعني هو بلش آخر الستينات للسبعينات، رجع شوي بالتسعينات. هو كتير حلوة قصته، اختفى شوي بال2000 اخر التسعينات، بال2000 اختفى وهلا رجع. يعني في عنا كثير هلا ديزاينرز مثل توم فورد، تومي هيلفيجر، جوتشي رجعوا استعملوه. اكيد مش بس بيجي جينز، بيجي قماش، بيجي مع الباترنز. يعني كنا عم نحكي شانتال انه البادي ليفون بيلبق للاشخاص اللي منهم طوال. مزبوط. لانه بيقدر يخبرك كعب. مزبوط، هو حلو بيعطي فوق، بتعمل بتلبسي خصر هيك عالي، بتحطي الشي فوقه فبيعطيكي مدى بالاجرين. بيعطي، هو اصلا بيعطي مدى، بيعطي مدى، والحلو فيه انه بيقدر ينلبس لهلا دارج البلاتفورم اللي كله سوا. صح. هلا اكيد الطوال بيقدروا يلبسوا له سنيكرز او الاسبادريلي هلا كمان دارج. الخصر دائما بدنا نعتمد على البادي شيب، اكيد اذا حدا كان قصير من فوق ما فينا نلبس له كثير خصر عالي، خصر عالي ويكون الشيء تحته لا، بس exactly. ممكن تلبسي خصر عالي وتخبيه بالشيء وتخبيه. لا، في كثير ناس حتى مثلا بيكونوا قصار بس ما بيكونوا قصار من فوق، بالعكس بيكون جسمهم كله متناسق مخص. يعني واذا كانت وحده عندها مدى من فوق كمان حلو تلبس له خصر عالي، هيك بتعمل مثل بالانس كمان للوك. يعني بترجع طريقه لبس الجينز البادي ليفون حسب كل وحده جسمها، بس أكيد. هو ان جنرال بيعطي شيب كثير حلوه، كثير بيعطي شيب حلو، كثير بيعطي شيب حلو. مليانين شوي ممكن يلبسوه؟ اكيد اذا كانت مليانه من هون مثلا، كيف بنقول له تراينجل شيب. اهم شغله انه ما يكون الجياب فيهم قصص كثير قماش وهيك، لانه بينصحوها. اوكي، فلازم يكونوا سمبل. اوكي، ما لازم يكونوا كثير عاليين، يجوا مثلا وسط، وبيجي ضيق وبيجي من الركبه واسع ونزول. بدها تروح يمكن صوب اللون الغامق مش الفاتح؟ اكيد. ولا مش بده هو اذا بحال بدها تروح على اللون الفاتح، بدها تنتبه على التوب اللي بتلبسها من فوق، اكيد مش رح تكون توب قصيره، بتكون توب طويله بيعطي مجال لانه على الفخاد رح يكون ضيق، وبعدين بيرجع بيوسع من تحت. اوكي، نحن عندنا هيك او انت تفضلي. لا بس بدي اسال، شو اللي دارج اكثر شيء، جينز الغامق ولا الفاتح ولا الملون؟ ما في جينز، ما في دارج غامق وفاتح، بالعكس الجينز حسب الاوتفيت، حسب المره شو بتحب. في كثير ناس ما بحبوا يلبسوا الغامق، في ناس ما بيرتاحوا بالفاتح، يعني حسب كل شخص، دائما بنفكر بالشخص شو بيرتاح. اوكي. نعم. شانتال في مجموعه من الصور رح نشوفهم نحن والمشاهدين، يمكن من خلالهم رح نشوف كيف نلبس الجينز ولاي مناسبه. صحيح، مزبوط. يلا هلا مثلا اذا بتطلعوا على هالصوره، بعدنا عم نحكي عن الودجز مثلا، بيجوا بلاتفورمز بيجوا عاليين، هيك ستايل بيقدروا يلبسوا مثلا اذا حدا كان شوي مليان من فوق بده يخبي بيلبس شيء شوي واسع، مثلا بيقدروا يلبسوا للنهار إذا في عنده ايفنتس بالنهار، بيقدر يلبس هيك قصص أكيد مع اكسسوارز. يعني أكيد طريقة كاجوال. هون عم بيشوف الجينز الغامق، هيدا الجينز نفسه رح نشوفه بكذا طريقة كيف بينلبس. أوكي. مثل مثل إنه كيف بالجينز نقدر نغير فيه، لأنه نحن بنعرف الجينز وتلبسيه بغير. مزبوط، لأنه الجينز قد إيه فينا نستفيد. صح. منه بكذا ستايل، غير شوز، غير توب، غير اكسسوارز، تغير كله سوا. أكيد. أوكي. نكست.
كمان هون بيلبس كمان ويك اند ظاهرين كاجوال، كمان هول البلاتفورمز، كمان اذا حدا طويل بيقدر يلبس السنيكرز وال يعني اللي بيجوا الاسباديلي داجين كثير مع بولو، حتى بيلبسوا شيء ضيق تي شيرت، يعني فينا هون نعمل ناس سبور اكثر كمان. نعم اوكي سلام، هون ما بعرف اذا فينا ناخذ منك نصيحه وتقولي لنا يعني الجينز شفناه بعده طريقه، كيف فينا نلبسه بمناسبه يمكن شوي عشاء بالليل او بالنهار بتختلف، يعني اي متى بتنصحي ابتداء فينا نلبسه على عشاء بس ما فينا نتخلى عنه؟ صحيح، بس بدنا نعرف وين بدنا نلبسه. في اماكن ممنوع نهائيا نلبس الجينز. خلينا نرجع بالفكره كيف تبلش الجينز. الجينز 1850 ليفي ستراوس هاجر على امريكا بالجولد كراش لما كانوا يروحوا يفتشوا على ذهب بالمناجم، هو خياط خيام ففصل الخيمه بنطلون لانه العمال عم يتخزقوا بلاطينهم بسرعه، فبالتالي صار في عندنا جينز يلي ضلوا لعقود لغايه 1930 35 فقط محصور بالعمال، يعني فقط اللي بيشتغل بالارض او عمال المناجم او عمال المصانع اتسترا. بالسبعينات مع البيبي بومرز والانفتاح اللي صار تطور الجينز وصار يلبس بالكاجوال ايفنت او بالمناسبات الاجتماعيه. فاذا هو موجود فقط كان للعمال، وبالتالي اللي عم بيقوموا باعمال شاقه منه موجود بالموضه للمناسبات الرسميه. الاتيكيت بيقول في كذا محل ممنوع نهائيا نفكر نلبس الجينز فيهم. اول مكان بمقابلات العمل، يعني بكره حدا اتصل في شركه قالت له عندك موعد عمل تعال عنا على المقابله، حتى لو الشركة بيلبسوا جينز بقلب خلال الأيام العادية ممنوع يروح بالجينز. نفس الشيء إذا الشركة بالأيام العادية بتسمح ينلبس الجينز، بس إذا شخص من هالشركة رايح على مقابلة مهنية أو ميتينج مع شركة تانية ممنوع يروح بالجينز. ممنوع يلبس الجينز بالعزوات بعيد من هون، يعني إذا حدا رايح يعزي حتى لو كان الجينز لونه أسود ما بينلبس بالتعازي. ممنوع ينلبس للجينز ضلت لغايه الخمسينات بالسهرات، يعني اذا حدا بالعشوات المنزليه الفخمه، يعني اذا انا عامله حفله عشاء وعازمه ناس لعندي يعتبر قله قيمه البس الجينز لاستقبل ضيوفي، فلهالدرجه ممنوع نلبسه بالسهرات. فكيف اذا انا معزومه على عند ناس؟ مع انه بالتسعينات صاروا يكون في سوتس ويكون في ايفنينج جاونز معموله من الجينز. رجعوا هلا درجوا، هلا درجوا فيهم شك وفيهم مضبوط كثير، يعني الجينز رجع كثير درجوا صحيح. فبالتالي بنقول حسب عمر الست وحسب العشاء اللي رايحه عليه وحسب المناسبه إذا... يعني اذا ايفنت بالهواء الطلي ما بدي اقول بيتش بارتي، ولكن اذا ايفنت بالهواء الطلي وكلها شباب حاضرينها ممكن تمرق الصبيه، بس ست بعمري رايحه على محل رسمي لابسه جينز بدي اطلع كثير بوبا. المكان والمناسبه بيحددوا شو بدنا نلبس. بس قد ايه اليوم بتحسي سلام الاتيكات عم تنخرق والعالم يمكن عم تلبس الجينز بالمناسبات اللي ذكرتيها؟ نعم، الاتيكات بحق لنا نخرقه اذا كان عم بيعارض معتقداتي وعاداتي، ولكن بصوره عامه بنرجع بنقول انا ليش عم بلبس؟ لحتى اعمل ستيتمنت، لانه لباسي رح يعطي صوره عني، صح. يعني بطلع بناسي بلاقي اناقه قدامي، مزبوط. بطلع بحضرتك بلاقي ست انيقه. بلال العربي حاعطتكم قاعده بسيطه، عندكم ممنوع تلبسوا جينز، لانه لبس الجينز لبرنامج نهاري معنا بالسيدات معنا بالسيدات في ايمج محدده، بس برنامج شبابي بس برنامج شبابي يعنى بالموسيقى وبالشباب ممكن نمرق الجينز. فبالتالي في قواعد، في مكان بيحكوا بالفكره وفي صوره انه هيك بالشهر مره ممكن نمرق، بس طبعا لانه بيعرف بلال بالاتيكيت وبيعرف لازم شو مش لازم. في ايمج، يعني انا عم بلبس ليش؟ شو بدي العالم تعرف عني من لباسي؟ بدها تعرف عني انه انا صبيه بحب الحياه، ولا انا ست مجتمع، انا فنانه بدي ابهر الجميع، لانه عاده الفنانات بيلبسوا كثير جينز مشغول بخرز للابهار، ولكن مش للابهار بيكون لحياه اليوميه. يعني فجاه الفنانات اللي خلوا هالموضه ترجع تصير، يعني مزبوط. من وراهم صاروا بطلوا يلبسوا هالفستان على السهره ما عاد على حفله، صاروا يحطوا التوب مع الجينز مزبوط. ومن هون بلشت الموضه تمشي انه الجينزات بالسهرات بنشوفهم بالسهرات وبالعشوائيات. صحيح، اثباتا لكلامها عم تحكي انه هن العمال بالقرن 18 حتى الباديليفان هن اخذوه العالم من المارينز يلي كانوا يلبسوهم
بحاره البحاره كانوا يستفيدوا يروحوا على محلات ما يضلهم يدفعوا كثير مصاري، يروحوا على المحلات ويشتروا من ثيابهم المستعمله تيقدروا يشتروا صح. وهيك بلشت الموضه هون كبسوا بالاخر الستينات بلشوا يلبسون الباديليفان وبلشت كلام النساء ما بعرف اذا ذكرت ويمكن ما انتبهت امتين بلشوا يلبسوا النساء اول اعلان نزل بمجله فوغ عن النساء المرتديات للجينز كان 1935 وكانت يومتها بال 35 انه شيء مبهر ستتين لابسين جينز يعني كان غريب هيدي اول صوره الجين صار كثير منتشر وفي منه انواع في الرخيص في الغالي بالولايات المتحده يعتبر الكالفين كلاين هو الجينز النخبوي عندهم اسبوعيا يباع 250 الف جو بنطلون يعني مش قديش هو منتشر بين العالم أكيد. ولكن في له محاذيره بس أوه. يعني شو ما كان ما فينا نتخلى عنه لانه بضلوا هالقطعه كثير مريحه اكيد وهيك بنحب شو ما عامله ما هيك قديش الجينز فينا نشكل يعني لخص هلا رح نتابع بالصور في صوره كمان ثالث صوره هلا هون عم نشوفه كمان نفس الجينز بس عم نشوفه مثلا مع لون اغمق بس هون بعدنا كثير سبورت يعني اكيد صحيح. بس مثلا عم نعطي نحن مثل اذا بتشيلي هيدا الشوز وبتحطي شوز رسمي مثلا بلاتفورم فيه ستراس او مثلا اللي بيجي كله سوا اذا لبستيه مثلا مع اي شيرت سوداء او مع شميز سهره او مع شميز صار خارج سهره تروحي تسهري فيه اوكي لا انا قصدي الصور كلهم رح تشوفهم خارج النهار في كمان هلا بنشوف خارج الليل هلا اذا بدك مع الاي شيرت الاسود اي شيرت فيك تلبسي له تي شيرت كمان كثير دارج يمكن القميص الابيض اللي بتحطي له هيك فولار 60 حلو هيدا كلاسيكال كثير حلو ما بتروح موضته صحيح ما بتروح موضته ابدا عطول كثير حلو اوكي على فكره بالبروتوكول يعتبر هالقميص نوع من اللباس الشبه رسمي يعني الست عاده بالبروتوكول لازم يكون لباسها اذا كان لابسه بنطلون ثلاث قطع يعني بنطلون قميص وجاكيت او شال او هالفولار على الرقبه بيغنيها عن الجاكيت يعني هون بيعطي فورمه هذا خرج انترفيو خرج ميتينغ خرج صحيح ونروح يمكن صوب الالوان شوي يعني منا الالوان العجقه والقويه اذا كان عندنا ميتينغ صوب اشياء الوان رايقه صحيح صحيح, صحيح. اكيد مش مثل مثلا هيك توب هون عم نشوف مع الوان فرحه ايه مثلا هون الالوان الفرحه كمان فيها خرج نهار وبنفس الوقت هون خرج ليل اذا بتلاحظوا كمان غيرنا بالتوب بالجزدين بالشوز يعني بعدنا كمان نفس الجينز بس غيرنا الستايل بس هون مع هيدا الكراب توب هيدا قصير بتطلع الكراب توب ولا عادي؟ يعني بتجي على خصر على خصر الجينز كمان نانسي فيها تلبسها قصيره اذا كان خصر عالي بالبقله فيها تلبس لها كراب توب بيطلع كثير حلو بدنا ننتبه كمان على الجيب الجينز من ورا اكيد حسب كل شخص واذا خصر عالي حلو تحط له اكسسوار مثلا عقد نازل ولا بيطلع بشع لازم يكون حسب القبه مثل ما حكينا هذيك المره انه حسب القبه وحسب رقبتها بنشتغل على العقد اوكي اذا بدنا نروح صوب مثلا العقد الطويل فيك تلبسي عقد طويل بيعطي مثل كاجوال شو لازم تكون القبه؟ اذا كانت عادي مثلا كيف انت لابسه مثلا هيدي القبه إيه؟ بتجي راوند فيك تلبسي لها مثلا عقد طويل مزبوط اوكي إيه انا يعني انت فيك تميزي كثير خصر عالي ما بيطلع كثير حلو بالعكس بيطلع كثير حلو بيعطي ستايل كثير حلو واذا كراك توب قد ايه لازم يكون علو خصر الجين بتلاقي انه تيكون طريقه مرتبه حسب مثلا اذا كان بيلبق لها خصر العالي وكانت لابسه كراب توب بيطلع كثير حلو عليها بالعكس بيطلع كثير حلو اوكي الاشاط كمان له وجود بالجينز احيانا لا احيانا لا احيانا فيك تلبسي اشاط احيانا لا حسب الاوتفيت كمان اوكي بس منه لازم ويمكن بهيدا ستيل احلى انه نروح ابدا مش صوب كوليه بعتقد صوب حلق لانه اوريدي كثير معجق اوريدي معجق وبدها يعني شعر هيك مفلوت اكزاكتلي او شعر مربوط يمكن فيها تربط كمان بالصيف حلو بالصيف حلو صحيح بالصيف كثير حلو هلا انا ما كثير بحب الربط بالشتويه مثل ما قلتي بالصيف بالبقله لانه بتعرفي منشوي وبيضايقنا والرطوبه ما كثير بضاين الشعر يعني فأزبط انه الواحد يرفعه اوكي نايس اوكي هون فتنا على السهره هون عم بتشوف اللوك المختلف اي مثلا التوب شوي واسعه فيها تكون توب ضيقه هيدا الستايل كمان سكربينه فتنا شوز البوينتد مع الكعب ما 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 ما, ما مش ويدجز او فلات والحلو فورمز. هالالوان اللي مش يعني مش متكلم. يعني الاسود مع اسود في هيك اكيد حلو دائما هيك دائما هيك لانه لما تشوفي شخص دائما كثير كلاسيكال اول شغله بتفكري فيها انه حلو واحد يغير
انه حلو مثلا نغير لون الشوز، نغير لون التوب، انه واحد ما يضل ماشي انه كلاسيكال توب سوداء شو سوداء مثلا، يضلوا بالعكس باللون. كلنا نحمل جزدين لون وسكربين اي ما بقى ما بقى الاتيكيت ما بيقول ابدا بدك تعرف هيدي العاده. لا 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 هيدي بالسبعينات كانت وما لنا قاعده بالاتيكيت، المهم يكونوا متناسقين بالالوان. اوكي حتى اذا بدك اكثر من هيك، نحن بنعرف انه بس نحط سيرفيس الطعام او بدي ضيف شاي انه ما ضروري يكونوا كل الصحون نفس الباترن، يعني اللي ما عنده دزيني ل 12 فيها تحط صحون مختلفه الالوان ولكن نفس الحجم، يعني كبير للشاي لل للسلاد او للحمه، ما ضروري يكونوا كلهم نفس السيري. يعني سلام بتحس اليوم انه مع الايام كثير قواعد عم تنكسر، كثير امور عم تتغير، فقد ايه الاتيكيت من ميل بتحبذ هيدا الشيء؟ الاتيكيت منه جامد وما في قواعد ثابته، هو متغير يعني عم يتغير بحسب الوقت وبحسب الزمان. يعني مثلا اذا بدك قبل ال 1890 ما كان مطلوب من الستات يسلموا بالايد، ممنوع الست تسلم بالايد. الحياه الاجتماعيه حاليا مش ما فينا نقول انه الاتيكيت بكتبنا الاساسيه قالت هيك، عم نتطور وعم يتغير الزمان، فبالتالي هو مواكب للموضه، هو بس بحط الخطوط العريضه اللي ممكن نمشي خلالها. شو بعد في اشياء سلام ما ذكرناها بخصوص اتيكيت الجينز، يمكن نقاط هيك نقدر نستفيد منهم؟ انا اللي بدي اقول انه الجينز جميل، مريح، عملي، فينا نلبسه بحياتنا اليوميه. في بس هالكم محل يفضل ما نروح فيها، اللي هو العزوات، الاعراس، يفضل بالعرس ما نكون لابسها لابسينها، والاماكن العمل جدا رسميه، باقي ما باقي اذا فينا نكون مرتبين وانيقين لابسين الجينز فليكن، لانه بيعطي راحه للست، ولما صحيح. تكون هي مرتاحه بتكون مرتاحه بكل القعده بشكل عام. مثل الترندز هلا يعني صحيح قصص هلا مع شك وكله بينلبس على السهرات وبينلبس حتى على الجالا دينرز، عم بيعملوا بساتين كمان بالجينز مع فوتريز عم بينعمل كثير هيك قصص، فكمان بتوقف على الشخص. سلام بتحسي صاروا الناس هلا يعني عم بياخذوا بعين الاعتبار اكثر بالنسبه للاتيكيت ولا بعد؟ لا. مش كل العالم لا بعد تهتم لهالموضوع واكثر، عم بيزيد الامر اكثر. انا بشتغل كمدربه اتيكيت والدورات اللي بنعطيها بتتفاجئ انه بعدد الاشخاص يلي عم بيحضروا، بعدد الشركات يلي عم تطلب، فبالتالي ابدا الاتيكيت حاليا عم بيشهد بنهضه كثير كبيره، لانه صرنا بعالم العولمه، ما بقى فينا انه انا ببيتي بعمل هالامور، كلنا مؤدبين، كل اللي عم بيشاهدونا مؤدبين، ولكن العادات اللي بيعرفوها بتمشي لمجتمعهم، لما نطلع لمجتمع اكبر في عادات لازم تكون موحده مشتركه حتى ما نصادف اي اختلال فيهم. ما بتلاقي انه لازم يكونوا بالمدرسه كمان يعلموا الاتيكيت، يكون في هيك حصه لهالشيء؟ يا ريت، انا بدي احيي مدرستين انا بعطيهم للتلاميذ، عاملين كريكولوم خاص للتلاميذ، بتمنى هالشيء باليابان على بفنلند باردون هالسنه، لا باليابان لانه حتى اكون صريحه، هالسنه باليابان رجعوا يدخلوا ماده اجباريه مضت عليها وزاره التربيه اعاده تدريس الاولاد الاتيكيت، ولكن عاملين الاتيكيت الخاص باليابانيه. فباليابان في مدرسه في ماده مقرره عندهم ببلشوا للتلاميذ للاتيكيت، يا ريت الكل بيمشوا فيها المناهج لانه حسب الكالتشر، لانه حسب الكالتشر تبع كل بلد كمان حسب كل بلد. سلام ثانك يو لحضورك معنا، دائما بيسعدنا وجودك ودائما بنستفيد من حضورك. نتمنى انه مش جمعه ايه جمعه لا ان شاء الله انا بتمنى اكون عندكم كل يوم ونحن كمان اكيد ان شاء الله هيك كل جمعه بنشوفك شانتال، ان شاء الله كمان بنرجع بنشوفك حسب ايه بالسلامه البيبي شو الوضع يعني، واذا لا ان شاء الله بتقومي بالسلامه. ثانك يو لحضورك معنا. مشاهدينا لكل يلي متابعوا امبارح حلقه او البرايم الخاص بنجمة العرب ذا ستار يلي هو من تقديم واعداد زميلنا بلال العربي، الليله فيكم تتابعوا الاعاده على شاشه ال بي سي الساعه 7 بتوقيت المملكه العربيه السعوديه. 12 صبيه تم تصفيتهم خلال جولات مطوله على عدد من الدول العربيه، تتعرفوا على مواهبهم بشكل اكبر، وصبيه واحده منهم رح تفوز بلقب نجمة مصر الأولى نبيل عبيد يلي بتشارك طبعا وبتقود مهمة الاختيار إلى جانب أهم الأسماء بعالم التمثيل والسينما. نحن رح نتوقف هلأ للحظات قليلة مع الإعلام، نرجع نتابع. اثنتا عشرة صبية تأهلن للمرحلة النهائية، رود سماحة من مصر،
سالي جفال من الجزائر، هبة رحال من مصر والجزائر، ماريا زبيك من لبنان، ريما ناصر من فلسطين، شيرين سيف النصر من مصر، فرجانية بن حمزة من تونس، كاميليا مجاهد من المغرب، هبة وحيد من مصر، آمنة طعمالله من تونس، أفنان مؤمن من مصر، أمان الصيد من تونس. سوف تبدأ المنافسة، ترى من سيفوز بلقب نصار نجمة العرب. مرحلة التصفيات تبدأ هذا الأسبوع. متابعة ببيروت، منحييكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وبيسعدنا بهالفقرة نتعرف على مصممة الأزياء الكويتية فاطمة إسماعيل. أهلا وسهلا فيك. هلا حبيبتي، شو أخبارك؟ الحمد لله بخير. يا هلا أهلا. وكمان بما أنه عم نحكي موضة، ما حبينا أنه شانتال روح من برنامج ببيروت، وطبعا حابين ناخد رأيك بتصميم فاطمة. أكيد فاطمة، خلينا هيك نتعرف عليك وعلى عالمك الخاص بالأزياء، كيف بتختصري؟ أنا أشوف نفسي أني أنا ابتكرت خاص في خط خاص فيني، أو شيء أنا كويتية ومش أول مرة طبعا أكيد أي على بيروت، واللي يميزني أنا أو اللي يختصر الخط الخاص فيني أنه هو نابع من مجتمعي أنا، ومش بس ماخذ من الموضة العالمية، لا هو خليط من الشرق والغرب. طبعا مع ان انا دائما في عندي ابتكار في القصات اللي تناسب المرأة الكويتية والمرأة العربية. حلو، يعني بتعملي هالمزج بين. اكيد. يعني فاطمة هويتك الكويتية ازاي بتحاولي انك تفرجيها من خلال التصاميم؟ لانه بنعرف انه اليوم عالم الموضة كتير واسع وفي كتير افكار، ازاي بتحاولي انك تحطي بصمتك وشو الطريقة اللي بتستعمليها؟ انا اول ما ابتديت التصميم بلشت في العبايات اللي احنا نسميها بالكويتي الدراريع، فاكيد كنت راح اركز على الروح الكويتية فيها، واللي نجحني اني انا مزجت بين الشرق والغرب، فهذا اللي كان الشيء الجديد اللي أنا سويته، لأن قبل إحنا عندنا العباية كان لها قصات معتادة وكلاسيكية، بس أنا لا، جازفت أكثر، حتى يمكن دخلت بناطلين على الدراريع، دخلنا حتى البرمودة، حتى الشورت ممكن نسويه بطريقة حلوة. يعني مرة سويت دراعة ميكس بين المغربي والخليجي ودخلت معاها شورت ولاقت إعجاب كبير، لأن إحنا عندنا البنات يلبسونها في مجتمعات مغلقة فيأخذون راحتهم أكثر يعني بالبيوت يعني. إيه إيه بالضبط. طب فاطمة، أول ما عملتي هال يعني اتبعتي هالستيل، قديش لقيتي في تجاوب من الناس وحبوا، ولا أول شيء ما تقبلوا قالوا لا إنه شيء غريب شيء جديد؟ أكيد هو كل شيء جديد مثل ما يواجه نجاح يواجه كذلك انتقادات، بس كان النجاح أكبر من الانتقادات، وهذا الشيء شجعني، وانا كان عندي ايمان في الشيء اللي قاعده اسويه لاني انا كنت البس منهم. أوكي. فاكيد انا مش حلبس اي وحده اي لبس انا مش حلبس منه، فهذا كان الصدق وال مثل ما يقولون الاخلاص بالتعامل مع الزبون ينجح اي شخص في اي مجال. نعم. يعني كان في جرأة فاطمه بتصاميمك، هل دخلت جرأة من ناحيه الالوان؟ اكيد انا وايد احب المزج بين الالوان واعتبرها لعبتي يعني، وساعات يلوموني عليها، بس بالعكس الالوان حلوه ومطلوبه. يعني تخيلي انت مثلا اذا زعلانه وتلبسين لون شويه يكون كذي فرايحي ترتفع معنوياتك، وكذلك ينطبق القاعده على كل الازياء، على كل شيء مثلا انت ممكن تلبسينه حتى في حياتك اليوميه بالصباح بالمساء، يعني باي مناسبه. يعني دخلت الألوان حسب المناسبه. اكيد اكيد ايه، وانا احب عموما التنوع والمزج في الالوان. فاطمه بتصممي انت ومبسوطه؟ اكيد هيك بتحس يعني. ساعات وانا معصبه ضحك بتزيح بتقولي ما بدي اشتغل، ما هيك؟ ايه ايه، واحب شويه يمكن بكون معصبه شويه، يمكن بعد اكثر اصير هايبر. مثلي شو زرجك على هالموضوع؟
لازم نقل حمل. شفتي قلت لك مثلي انت الحمل والله. ما قلتش انا احد مثلي. يعني عيدك قريب هيك. اليوم عيد ميلادي. يا رب ان شاء الله كل امنياتك بتتحقق وهيدي مبسوطين انه نحن موجودين بعض مع بعض. حبيبتي حبيبتي وانت معنا اليوم. ناسي انت ايام انا بواحد. اوكي ما في فرق شوي. بس بنكون كثير هيك قريبين لبعض. بس طبعا ما رح نقول السنه لانه نحن بعدنا بالعشرينات. اوكي خلينا نشوف اول موديل وهيك نتعرف اكثر على تصاميمك لخريف لا عفوا ربيع والصيف 2015. اوكي تفضلي تفضلي فاطمه. الفستان هذا من المجموعة اللي نزلناها بروما. احنا كنا مسوين كامبين تقريبا قبل شهر في روما، صورنا في ثمان مواقع أثرية وتشوفين احنا طبعا اكيد الكونسبت كان بالتصوير شوية خلطنا فيه العشايف احنا نسميهم، ما ادري ايش يسمونهم باللبناني، انزين الجدايل اللي هي عنصر مشترك بين الثقافة الرومانية والعربية. سوينا يعني حافظنا على هالستايل بالشعر وكان ما شاء الله كامبين وايد ناجح ولاقى اعجاب. وهي وحده من القطع يعني هذا من اخر حمله صورتيها بروما. في روما اي. ليش روما تحديدا؟ التصوير. انا كل مره مجموعه الفي اي بي اللي هي الهوت كوتور اجي اصورها بلبنان، هالمره حبيت اغير لان نبي نبتعد عن الفوتوشوب ونبي التصوير يكون طبيعي جدا، وهو الحين الاتجاه الحديث في كل شيء حتى باللوك حتى بالوجه، الكل قاعد يدور الطبيعه الحين يعني الناس وفرت عن الارتفيشال. فهذا كان المنطلق ان احنا رحنا روما. نعم ذكرتي فاطمه انه دائما مجموعه الهوت كوتشير بتصوريها ببيروت، شو هالسر هالعشق لبيروت؟ اكيد انا اتعامل مع مصور مشهور وايد اللي هو دافيد عبد الله. تحياتنا اكيد لدافيد. اكيد وهو يعطيني مثل ما تقولين اللوك اللي يناسب القطعه نفسها اللي يطلعها بلوكها الحقيقي ويعطيها البرستيج مالها، وهذا وايد مهم في عالم الازياء لان اذا انت تسوين قطعه حلوه وما تعرفين شلون تبرزينها ما حتاخذ حقها. صح هذا السبب اللي كان عم نشوف هون كثير حلو كمان. شانتال شو رايك؟ حبيت المزيج الفوشيا مع الاحمر كثير حلو. كثير حلو المزيج. تفضلي فاطمه شو بتقولي لنا على هالفستان؟ الحين القطعه هذه الاوبوزيت عن القطعه اللي قبلها، هذه كان شويه فيها فخامه، هذه فيها شك بس خفيف وناعمه اكثر، حق اللي تبي تكون يكون لوكها سمبل بس مع ان اللوك سمبل بس اكيد اللي حتلبسها حتلفت النظر لان الالوان جريئه. صح وهالكت على الكتيف جديد والكميم المعمولين بطريقه لان الكيف الحين صاير موضه بس انا ما حبه يكون وايد كامل لانه صار استهلك انه يكون طويل فسويته باللوك هذا. هيك بيعطي سبور اكثر كمان ما بيكون كثير. فاطمه قد ايه بتلاقي صعوبه او يمكن بالعكس انك ترضي المراه العربيه من تصاميمك؟ أصعب شيء لأن المرأة العربية شخصية تنافسية وغيورة لأقصى درجة، تبي دائما هي تكون متميزة وملكة الحضور، فعشان كذي أنا تلاقيني في حالة سفر وبحث دائمة يعني عشان نرضيها إن شاء الله. يعني بحس مرات فاطمة في حتى أشخاص مثلا بتكون مختارة القطعة بتوصل على البيت بتغير رأيها لهالدرجة. صح بتصير معك بالضبط. شمس قاعد تقرين افكاري. احنا عندنا الزبونه تجيب يعني الجروب مالها كله وياها تشاوره، فيعني صدق هي مهمه صعبه. اكيد انت بتراضين هذول كلهم عشان يوافقون لها على القطعه خصوصا العروس. اي لانها تكون خايفه على لوكها وهي معاها حق وما معاها حق، لان المفروض هي تثق براي المصممه طالما وصلت عندها انها تاخذ برايها. وهون على سيره العروس بتفضلي انه العروس تجي لوحدها لعندك تختار دريس ولا يجي مع حدا؟ لانه كمان مرات بيضيعوها شوي بالاختيار. هم يضيعوها بس رح تنقي بده يكون في مجموعه بيضيعوها. لازم لازم هذا بعد عندكم انتم نفس المشكله اكيد. صحيح اي هاي المشكله اللي احنا نواجهها انه صح في ناس تضيعها في ناس لا تعطي اراء صح، بس المهم ان هي تاخذ بالنهايه راي المصممه لان اكيد المصممه حتحافظ على اسمها ما حتعطيها شيء يظهرها بلوك غلط.
نعم، يعني يمكن اوقات كمان بيجي لعندك سيده عندها حابه قطعه معينه وانت بتحس انه يمكن مش لابقت لها او حسب يمكن شيب جسمها، هون كيف تتصرفي مع هيدي الحاله؟ بتحاولي تقنعيها؟ انا صريحه لاقصى درجه مع زبايني، اذا ما ناسبها اقول لها، يمكن تزعل مني بس بالنهايه لما تروح البيت مثل ما قالت ما تزعل مني هناك، تزعل مني قدامي بس ما تروح البيت تزعل. فلما انا اقول لها الصراحه بالنهايه حق مصلحتها، يعني ما يصير مثلا واحدة تكون سمينه تلبس قصه ما تناسبها، لان بعدين مثلا بالتصوير بالمستقبل لما تشوف صورها تبع المناسبه رح تتضايق لك وحتصب الغضب كله علي انا، فانا لا. صح، هي صورتها بالنتيجه، صورتها. صحيح. بعدين لما تكون المراه عم تيجي عن مصممه ازياء لازم تكون حاطه براسها انه لازم يكون في اخذ وعطا، ما فيها تيجي ومقرره هي كل ما بدها تسمع. صح. بالعكس لازم يكون في اخذ وعطا تيطلع شغل متكامل. صحيح. خلينا نتابع باستقبال المودلز ونشوف سوا تصميم جديد. هذا كذلك من القطع اللي عرضناها مبروما كمان وفيها مزيج من الأقمشة وفيها شك ناعم، لأن الحين الشك مكتسح يعني هو الموضة القادمة، وفي شوارفسكي بعد ناعم، القصة راسمة الجسم، وفي الحين طالع كله الترانسبارنت بس مش الأوفر وايد. صح. وفي حركه بعد من وراء هو شويه، والظهر النازل هذا مفتوح. فاطمه، وين بتحس الجرأة بتصميمك، بالقماش ولا بالموديل؟ بمزيج الاقمشه، انا اجازف شويه، يعني اسوي مزيج من الاقمشه شويه غريب بس احاول قدر الامكان يكون مريح للعين، واحب الزبونه اللي تجازف، اللي تي ما تبي يعني تكون بالسيف سايد وتلبس شيء عادي، لا احب انك تلبس شيء مبتكر. ما هي الصبيه اللي بتكون جريئه بتترك بصمه يعني اكيد بطلتها، فلازم هيك تتجرأ شوي. صح. وتكسر حتى الناس اللي يقولوا ها شفتوا هالدريس اللي كانت لبسته. اي انسان ناجح انسان جريء. صح. ويعني هي فولود هيز بليفز، ولا ما كان حينجح اكيد. صح. يعني يدفع احسن. هالكولكشن كم قطعه تضمنت؟ الكولكشن اللي صورناه بروما 14 قطعة، 14 وكلهم هوت كوتور، وكان في منهم قطعتين زفاف. اها، هلا بعد شوي رح نحكي عن العروس كيف بتشوفيها. هذه مش من كولكشن روما، هاي من كولكشن اللي قبل روما. اوكي. بس انا نوعت. حلو. مزيج بالاقمشة هون. إيه، المزيج من الاقمشة هذا يعكس روح الربيع اللي هو من تحت الحين الموضة القادمة هي المشجر. كثير. وكلها برنت والورد وبهجة، وكسرته بالأبيض خصوصا حق العرايس، احنا عندنا ثاني يوم تسوي استقبال حق المهنئين، فصاير ميكس من فوق، صاير كأنه كرسي عروس. ايه، وانا هيك عم بتطلع من تحت كأنه هال من فوق خرج عروس ومن تحت. صح. عادي فيها تنقي تعمل نفس القماش بس غير لون مثلا مع هيدي ال اكيد اذا تبي تسادت تسوي، ممكن تدخل معها اصفر او احمر العنابي المارون يطلع كمان لوك تماما مغاير. شانتال، شو بتلاقي بيميز السيده العربيه عن باقي السيدات؟ يعني بتحب الجخ، بتحب اللبس، وبتطلع على كل الموضة، بتطلع على الموضة يوروب، بتطلع على كل الموضة، يعني مزيج من الموضة، مش انه بتتبع كلاسيكال او بتتبع مثلا، بالعكس مزيج، هيدا اللي بميزها. بتحسيها جريئة أكثر من غيرها؟ أكيد، كثير جريئة، أكيد. نعم. شانتال، برأيك إنه كل صبية لازم تروح يمكن عند إيمج كونسلتنت تشوف الألوان يلي بتلبق لها، الكاتات يلي بتلبق لها، قديش هالشيء بسهل لها بعدين لتعرف شو تختار، وبتسهل كمان المهمة على المصممين الأزياء إنه يقعدوا ياخذوا ويعطوا معها كمان؟ كثير مهم هذا الموضوع، لأنه أول شغلة بتتعرف على حالها، بتتعرف على جسمها، شو الألوان اللي بيلبقوا لها، شو القصص اللي لازم تنتبه عليهم، قصص اللي ما لازم كثير تلبسها، القصص اللي بتجملها، يعني موضوع كثير واسع، بس ضروري إنه يكون عندها فكرة عن هالموضوع، حتى بعدين إذا بدها تروح تعمل شوبينج بتصير تعرف شو القصص اللي بتلبق لها وشو القصص لا. وقد إيه بيقتنعوا؟ لا، في ناس كثير بتقتنع وكثير بتحب، بالنتيجه بتكون بتحب حالها وبدها تحسن حالها، وفي ناس بالنسبه لهم انه ماشيين هيك انه نحن بنفضل نضلنا على هيدا الستايل، بس انا دائما بحب انه المراه تكون بتجدد، دائما تتجدد، تجرب ستايلز جديده، ان كان بالشوز، ان كان بالثياب، ان كان بالالوان، يعني في ناس بيعلقوا على الوان معينه خلص ما بيقعدوا يطلعوا منها، لا بالعكس حلو تشوف شو القصص اللي بتلبق لها.
منتبع عندنا كمان موديل سارة تردي رح نشوف تصميم جديد. فاطمة عم لاحظ انه التركيز على الذهبي موجود كثير لان العارضة هذه عرضت كل قطع روما اللي هي كانت درجات البينج والذهبي والبرونز. اوكي ايه عشان كذي هاي القطعة كذلك من مجموعة روما. هذا سر التشابه بالالوان والقصات بعد شوية مشابهة. حلو هذا الشيء بيكون هيك احلى انك بس تنطلقي من الوان محددة بالنسبة لك والثيم يكون واحد بالالوان يتبع بعضه. وطبعا نقول طبعا هو الشكل شوية هني ثقيل صاير على ستايل هندي شويه الشك واللي اي زبونه تبي تخفف وتبي تسوي انعم هذا راجع حق رغبتها. نعم فاطمه كيف تحاولي انك تجددي بافكارك بالتصاميم؟ يعني بتلاح الموضه العالميه بتتابعيها كيف باكج كامل؟ إيه هو تجديد الافكار ترى باكج كامل مثل الفنان اللي لما بيسوي مثلا تمثيليه او مسلسله لازم يدرس الشخصيه. احنا كذلك لما نبي نسوي كولكشن انا قبل الكولكشن اكون مسافره فرنسا مجهزه اقمشتي ساعات اخذ اقمشه من لبنان الاحجار اللي بنشك فيها الشركات اللي ممكن اتعامل معاها برا في حالات الشك اللي تكون مبتكره الدانتيلات انا دائما اجيبهم من برا اللي هم اطعم فيهم كل مجموعه وكذلك الثيم الرئيسي عشان كذي انا تلاقيني دائما اسافر وعندي اطلاع دائم على الويب سايتس والحين في ثوره في عالم الويب سايتس خصوصا بما يخص الموضه والازياء وفي عندهم تغير وابديت مش بس يومي بالدقيقه بعد. عم نشوف هون هذا التصميم فاطمه عم نشوف لون الاسود وهذا اخر تصميم رح نشوفه هلا من كولكشن مثل الميرميد هيدي الاسود هني القطعة منفذة بتكنيك لايرز مستخدمين ثلاث أنواع أقمشة والفستان نفسه اللي شايفينه داخل في ميرور ومغطى بقطعتين قماش وطبعا مثل ما شفتي القصة سكيني وراسمة الجسم. حلو بتحسي في عمر معين بتتوجهي فيه بتصاميمك؟ تقريبا كل اللي عرضناهم اليوم شويه السيده الثلاثينيه اكثر من الصغار او ممكن مثلا بعض القطع نغير بالالوان على اساس يناسب البنات اللي اصغر يكونون مثل الاحمر والفوشيا يلي قطع ونغير شويه بالقصه من تحت لان القطع شوي سبورتي اي القصه شويه حق اكبر. فاطمه السنه الماضيه كان عندك مشاركه كثير قويه باسبوع الموضه بلبنان لعام 2014 السنة كيف التحضيرات؟ شو في شيء جديد عم بتحضري له؟ العام أتذكر إن لما قابلوني قالوا لي ليش أنت جاية لبنان؟ قلت لهم أنا هاي أول محطة برا الخليج وقاعدة أحضر وراها إني أطلع على فرنسا وإن شاء الله بشهر 5 عندي عرض بكان تاريخ 19/5 بإذن الله. فيعني تحقق هذا الشيء وكان لبنان اول خطوه وان شاء الله فرنسا ثاني خطوه. كل التوفيق لك فاطمه كنا سعيدين انه تعرفنا عليك وانا كنت سعيده انه تعرفت عليك شخصيا وانا كذلك نتمنى انه نشوفك اكثر من مره عنا ببيروت ان شاء الله. جميل اهلا وسهلا. شكرا شانتال ما في فله رح نخليك رح نشوفك بعد شوي بنتركك ترتاحي هلا وبدنا نودع هون كل مشاهدينا عبر روتانا خليجيه ندعيكم تتابعوا بقية حلقتنا عبر شاشة الـ LBC لحظات قليلة وبنرجع نتابع خليكم معنا.
وجوليا رح تعرف عليهم اكثر بعد شوي. برافو لإلي انا كمان وبرافو للشيف هادي ابراهيم من اجواء لكن الموسيقى الافريقيه. رح نروح على ايطاليا. على فكره انا قريبا بدي ازور ايطاليا، بس هلا شو رح ناكل معك ايطالي؟ كثير حنطلع ايطاليا من هلا اليوم حروح ايطاليا. شايف ليه هيك؟ ليه هيك كثير كانه داون او ما بعرف شو القصه؟ قعدناك كثير على جنب شو؟ لا 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 ما هيك، بس ايه عادة بتكون هيك بحماس اكثر. مثل ما عم شوف الباستا هون، البيرني صارت جاهزة، التوميتو انا حضرتهم طبعا جاهزة، الصوص كمان صارت جاهزة. اوكي في عنا زيت زيتون بدنا نضيفه على الصوص، البهار الاسود مزبوط، البيرني لحتى تكون الدنتي ضروري تكون الدنتي. كافيه ولا بروح البيت؟ ماشي خلص طبخت انا. اوكي تفضل. نحن سلقنا البني اونلي 4 مينتس. اوكي اوكي هيدي بتطلع هيك الدنتي. لصارت الدنتي. انا رح اشرح شوي شو معنات الموتكنيك الدنتي. اوكي نحن الدنتي لتكون عندنا حبه الباستا الدنتي نحن بنقصها بالنص. اوكي شو شايفه انت بالنص؟ عندنا مثل خيط لونه ابيض بقلبه. صح. هذا الخيط كل ما كان سميك كل ما كانت منه مستويه اكثر، كل ما كان رفيع كل ما كانت مستويه اكثر. اوكي سو يعني نحن مليلية يعني هون 100%. هيدا دليل انه نحن عندنا الباستا هون الدنتي، يعني مستويه نص استوى. انا حبيت انه اسلق الدنتي كرمال بدي ارجع ستويها بقلب الصوص، يعني بدي اغليها مع الصوص. يعني انا اذا عملتها اوفر كوك رجعت حطيتها غليتها مع الصوص بدها بعدين تطلع ما منيحه ابدا، ما حيحب الشخص 100%، ما حيحب الشخص اللي عم ياكلها ورح يلاقيها شوي غريبه عم ياكل عجينه بس. اوكي اوكي الصوص من شو معموله؟ حكيتوا شيء عنها انا ما عرفت ما انتبهت قبل. حكينا انا ودومازيل هلا مع 100% مع الاخصائيه التغذيه بلشنا بزيت الزيتون. أوكي. قلينا البصل، قلينا التوم فوقهم، حطينا تشيري توميتو، قليناهم منيح مع بعض، رجعنا حطينا البازيليك، حطينا البيرسيل، حطينا البيل توميتو اللي انا جايب معي البومودورو سان مارزانو من اللي هي الايطاليه البندوره البومودورو سان مارزانو. كيف جبتها؟ من وين جبتها؟ ما نحن في عنا بلبنان هلا صارت عم تنزل. اوكي عم بمزح معك بعرف، بس عم حاول شوي اعمل لك اجواء. لا لا هو جو صعب بس يعطيك الف عافيه. رجعنا حطينا البيل توميتو اللي هي هاللون الحلو، ما استعملنا توميتو بيس، ما استعملنا شيء، حطينا زيت الزيتون بالاخر كرمال تعمل تعطيها التيست، ورجعنا حطينا الملح والبهار. اوكي لكن عم نشوف هيدي الصوص هون كيف صارت جاهزه، بتنغلق قد ايه تقريبا؟ تقريبا شيء 3 دقائق من بعد ما اوكي وال هون نحن هون بدنا نقرب شوي الميكرو. نحن هون الايج بلان باذنجان مزبوط شويناه بالفرن، حطينا الملح والبهار وزيت الزيتون فوقه. هلا رح نعمل الباستا، رح نرجع نحطها فوقها، رح نرجع نحط البارميزون تشيز، رح نرجع نحطها بالفرن نعملها جراتينات تقريبا دقيقتين. اوكي بنرجع نحطها بنعملها بريزنتاسيون بالفرن. اوكي هلا هون الباستا اللي بدنا نحطها رح تضيف لها شيء زيت ولا لا؟ لا 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 انا فينا نبلش هيك نحضرها على الهواء نشتغل. رح اعمل كميه صغيره هلا لانه بعد شوي بكير لانه اعملها كلياتها. اوكي لانه هي طيبة تتقدم سخنه 100% ما فينا نرجع نسخنها بتصير بعدين هيك مطجنه. مزبوط هلا نحن اللي رح نعمله هو رح نحط الصوص تقريبا كمية صغيرة بس. اوكي بقلب المقلاية. بتحب امسك لك الميكرو بترتاح اكثر؟ كيف حرقت ايدك؟ انتبهتي لها هاي؟ سلامتك. ميرسي الله يسلمك. لا هذه من شي 3 ايام بالاوفن بالشغل. سلامتك. ميرسي. نحن هون هلا بكون عم نغلي الصوص، رح نحط فوق الباني، رح نحط شوية مي كرمال تستوي الباني مع الصوص اكثر، يصير تعملها ريدوير اكثر معه. رح نرجع نحط التومات سوريز ورح نحط الملح والبهار بس لانه كل يعني كل شيء فيه بقلب الصوص منا اساسي منا بحاجه لشيء. لا 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 ابدا يعني انا فينا ملح شويه ملح شويه بهار بس مال هذا. نحن ناطرينها هلا لتغلي بكون بهالوقت سقطنا الباستا اللي هي عندنا. خليني اعطيك هيدي اذا بدك لتسقط. مش مشكله. سقطنا الباستا اللي هي نحن لازم هون الباستا حاسك انه فيها شويه زيت، هيدي من الزيت اللي حطيته بقلب ال لا 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 هيدا الزيت. نحن بدنا نحكي شوي عن الباستا كيف سلق الباستا. سلق الباستا نحن من بعد ما بنسقطها بالمي المغليه تقريبا 3 دقائق او 4 دقائق
مفروض نحن ما نقرب للمي البارده، يعني نحن اذا حطيناها تحت المي رح ينتزع شكلها، رح ينتزع، رح نلاقي التكستشر تبعها تغير. مع انه كلنا بنعمل هيدا الشيء غلط. للاسف نحن مفروض نشيلها من المي السخنه، نصفيها مزبوط ونحطها على صينيه، نحط عليها زيت زيتون ونخليها على حراره الغرفه لتبرد وتصير عنا تبرد ونقدر نستعملها نحطها بالبراد او نعملها اوكي عزفتك سوري لنقدر نحطها بالبراد لنقدر ما تعجن على بعضها لنقدر نستعملها ثاني استعمال. بتعرفي مرات نسلق باستا بنخليها عنا وقت كرمال. قد ايه بتضاين الباستا بالبراد؟ اذا كان اسبوع مثلا ولا هلا رح اقول لك شغله. هلا كرمال الباستا اذا نحن الباستا عندنا مسلوقه منيح ومقطوعه عندنا الهواء انه بتضايقنا، انه انا ما بفضل اكثر من ثلاث ايام تبقى عندنا بالبراد لانه بيتغير بيتغير فيها اشياء كثير للباستا، طعمتها الكربوهيدرات بشد الانجريديون تاعت الباستا كلها بتتغير، يعني بصير عندنا التيست بلش يرجع لورا. اوكي صح ثلاث ايام يمكن احسن شيء 100% شيلف لايف تبع بدك من هيدا الباستا ثلاث ايام. هلا رح نحط شوي من التشيري توميتو فوق البني والصوص طماط رح كمان نغليها مع بعضها. انا مثل ما قلت خليها خفف اذا بدك النار اكيد هيك يمكن تتخفف فيري جود. هلا اكيد نحن رح نحط شويه المي كرمال هلا على اساس انه انا سبيت وطباخه وبعرف الطبخ لازم تتخفف النار تحتها. لا لانه هي على السريعه فكره بتنشف. مزبوط انا بعرف اطبخ البني ارابياتا كثير منيح بمنا بس بجيب الصوص الخالصه شنطه بس بسلق المعكرونه. هلا لكن ما عيب بس اليوم تعلمت عن جد؟ هي البنية الأرابياتا بتعرف شو معناتها بالعربي؟ هي الأرابياتا يعني وحدة ملهلبة، أرابياتا كل شيء آخره يعني في منها عم نحكي يعني وحدة ملهلبة يعني حر فيه يعني هيك فيها حر 100% سو من هيك بتلاقي فيها أروما يعني بتلاقيها سترونج تيست شوي مثل بقلبها البيبر اونشينو مثل بقلبها هلا هون كيف رح تجي؟ رح تكون حرة حرة ولا شوي؟ رح تكون شوي حرة شوي حرة مش كثير لأنه حتى لو عم بعمل بنية الأرابياتا لو قاعد نحن ما تنسى إنه نحن بلبنان يعني مش الكل بيتقبل الحر وبيتقبل إنه يكون الصوص تومار فيها كثير حرة أوكي؟ أوكي من هيك بس هيدي هي لكن عادة بتحط مثلا الحر الأحمر ولا الحر الأخضر؟ نحن إذا عم نستعمل إذا عم نعمل بنية الأرابياتا حلو نخلط الحر يعني نحن أول شيء لازم تخيل هيدي مشي حالها مزبوط. هلا شفتوا قلت لكم هلا نحن لازم نحطهم نعملها مش برزنتيشن لازم نحضرها كرمال تفوت على الأوفن أوكي سو رح آخذها أنا بعد إذنك تفضل أنا بمسك الميكرو ميرسي في عندي هون انا الباذنجان مثل ما قلت لكم شويته حطيت له زيت الزيتون حطيت له ملح حطيت له البهار كرمال فوتوا على الفرن كرمال انا استعمله مع البني على سيسيليانا اوكي مثل ما قلنا سيسيليانا هن كثير سيسيليا هي كثير مشهوره بزراعه الباذنجان انا راح اخذ شوي من الباستا حطها على الباذنجان من فوق اوكي شايف يمكن انت اليوم مش لابس كفوف كرمال ايدك 100% اوكي لأنه بدك انا بس ما في مشكلة أزبط. أوكي. لا ما في مشكلة أبدا هلا رح نرجع أوكي بدنا نحط خلينا نجيب 100% أنا رح أجيب الملعقة بس قل لي وين موجودة هون الملاعق أوكي رح أحط لك شوي كمان رح نحط على الوجه شوي 100% مزبوط بعدين رح ندخلها على الفرن صحيح رح ندخلها على الفرن مثل ما هي مش كثير الكميه لانه بدها تذوب الجبنه مزبوط بكفي هالقد ولا بعد شوي؟ شوي صغيره بعد اوكي نكون كريمين اكيد اكيد احسن يقولوا عنا بخا لاخر شيء 100% هيك هيدي بحضر الثانيه بهالوقت يلا بكير شوي بكير كرمال نحن 100% نحن عملناها هلا قدام الكاميرا كرمال انه ياخذوا فكره الناس كيف بتتحضر هلا رح تنعمل جراتينيه ورح تنزل بالبرزنتاسيون بقلب الكاميرا اوكي شاف لكن رح نرجع لك باخر الحلقه هلا عوده لعند ماري نويل لحتى لنستقبل ضيوفنا ثانك يو نانسي اكيد بختام هذه الحلقه رح نذوق هالاكلات المميزه هلا فقرتنا فقره افريقيه الهوى مع ضيوفنا مصطفى توكان وجوليا ديل سارترو رح نتعرف نحن وياكم بهيدي الفقره على عالم اجتمعتوا فيه بيحمل اسم ذا هيلاريوس بروجكت هاي مصطفى مرحبا. جوليا كومستاي حضرتك ايطاليه بس بتحكي كثير منيح عربي بدايه خبرونا مصطفى كيف اجتمعتوا سوا؟
اللي جمعنا صراحة هي الموسيقى، يعني مثل ما تشوفوا مثل ما عزفنا قبل شوي، هي الآلة اللي جاي من غرب أفريقيا هي اللي جمعتنا، وتعرفنا على بعض بفرقة اسمها جيبي بارا، بنعزف معهم لهلا كمان الموسيقى ونتعلم معاهم، وهي اللي جمعتنا لتعرفنا على بعض ولقدرنا نشارك هواياتنا مع بعض ونقدر نبلش هذا المشروع. المشروع The Hilarious Project هي معناها الحرفي انه المشروع المرح، يعني هو هدفنا انه نحاول كلياتنا مبسوطين وننشر المرح بين الناس يعني. نعم. هذا الهدف. جوليا خبرينا شوي، يعني كيف خلقتوا هذا الخط الخاص فيك انت ومصطفى؟ صراحة يعني نحن اثنيناتنا كثير بنحب مثلا نطلع بمحلات بالطبيعة وهيك بنخيم، ولبنان بلد كثير حلو مزبوط. وين ما كان يعني طلعنا كثير محلات، نهر ابراهيم، اهدن، وصور، عنجر، يعني وين ما بتروحي يعني في محلات كثير حلوين. فهيك مرة قلنا بدنا نحاول نعمل شيء حلو مع شيء بيجي من الطبيعة، وهيك بلشنا الهيلاريس بروجكت. بلشنا على شيء حبيت انه جوليا ما بعرف ايطالية وعم تحكي عربي بالوقت اللي في عنا حدا مثلا بلبنان بيروحوا شهر لبرا بينسوا العربي. اهلا وسهلا فيك جوليا. جوليا واكيد مصطفى، ليش رحتوا صوب الموسيقى يمكن الافريقية تحديدا ان كان بالموسيقى او بالاكسسوار حتى؟ هلا انا درست موسيقى من قبل. أوكي. جوليا كانت اول مره بتتعلم موسيقى. إيه بس اللي عرفنا عليها من قبل الباند، وانا لانه درست ايقاع فكمان هيك شوي قربتني منها. وبعد ما تعرفت على الموسيقى وفتت بعالم الموسيقى الغرب افريقيه عن جد، يعني عالم رائع. ايه ولهي بدنا نشكر كثير لاحمد خوجة احمد خوجة وهادد عايبس، بس هن اللي بدرسونا هاي الموسيقى، وهادي كمان هو استعرنا منه كم نعم. وانا بدي اشكر كمان بامبا دياب وابراهيم اللي هن من سنغال، وانا تعرفت عليهم بايطاليا وهن اللي عرفوني اول شيء الجامبي، والجامبي تاعيتي بيجي من سنغال. من قد ايه هيدي تقريبا؟ من 4 سنين بس ما بلشت دغري ادرس هاي الموسيقى، هاي الموسيقى هلا صار لي اقل من سنتين. نعم. جوليا هيدا النوع من الموسيقى عادة وين بتلعبوا؟ يعني في مناسبات معينة بتندعوا عليها لا تلعبوا هيدا النوع من الموسيقى الأفريقية وقد ايه مطلوب؟ أغلبية المناطق اللي بنعزف فيها هي إنه بكون مثل فيستيفالز أو شط البحر، أو يعني شط البحر أو أعراس، أو يعني أي مناسبات، يعني بيروت ماراثون كمان عزفنا، أو بمحلات مثل راديو بيروت. راديو بيروت مزبوط. هي. بالمهرجانات كمان. نعم. وجوليا كيف ملاقية يعني تجاوب العالم مع هالنوع من الموسيقى؟ عم بحبوها كثير. دائما بيكون التجاوب بيكون بلكي أول شيء شوي غريب هي. يعني بلكي أول شيء بيكون شوي غريب عشان ما حدا متعود هالموسيقى، بس بعدين بما انه ايقاع وهيك يعني فيها كثير الريدم، وهي اكيد الموسيقى اكثر لافي حوالين الرقص، يعني في بيجي معها رقص كثير مثل ما حضرتك قلتي انه كثير بتنبسط وكثير بتتحمس، وهي بتسرع كل شوي، يعني كل شوي شوي بتسرع، وهي اكثر فيها رقص، بكون مع كل ايقاع بكون له رقصه معينه او اغنيه معينه، فهذا الشيء كمان كثير بحمس الواحد بيعطيه طاقه، يعني طالعة من الإيقاع ومن الناس اللي حواليك بس عم ترقص بتشوفيهم يعني كمان. وكيف تحت لي قررتوا تمزجوا بين الموسيقى والأكسسوارات كمان، وأنت هي اللي بتصمم الأكسسوار مش هيك جوليا؟ نحن اثنيناتكم سوا بتتشاركوا. صراحة نحن بلشنا مع الأكسسوارات كهيلاريس بروجكت بس ايه، ونحن مش بس أنا ومصطفى، في كمان سهر الخطيب اللي هي هلا مسافرة، بس يعني المشروع لنا لثلاثة لثلاثكم. اوكي. وبلشنا هيك اكسسوارات مثل ما كنت عم بقول لك قبل، يعني جبنا قصص من الطبيعه وبلشنا نحاول نعمل قصص بسيط. والموسيقى كانت انه شيء نحن كنا عم نعملها من قبل، واثنيناتنا عندنا خبره كثير مع الشغل مع الاولاد، يعني انا كنت عم بشتغل من وقت انا كنت 14 بلكي مع الاولاد، ومصطفى كمان صار له زمان، فبلشنا نعمل كمان ورش عمل، وبالورش عمل نعمل اكسسوارات ونعمل موسيقى كل الورشة العمل. وكمان يعني اذا شفتي الجنبه بيكون نعمل اكسسوارات للجنبه صح يعني أوكي. مصطفى بتقوموا من نوع من ورش عمل بتعرضوا خلاله هيدا الاكسسوارات؟ مزبوط. يعني هي عندنا كذا نوع من ورش العمل، يعني منها صناعه الاكسسوارات من مواد طبيعيه او مواد مكرره. نعم. ومنها الاوريغامي هو فن الياباني لطوي الورق.
مثل ما مبين عنا على بتعلموا كمان ومنعلم كمان. هلا الهدف كمان انه مشروعنا هو مشروع توعية اكثر. يعني هو اذا حدا بيسالنا شو هو ذا هلاريس بروجكت، نحن بنقول انه الهلاريس بروجكت هو نمط معيشه. يعني توعية على انه بتقدر انت تاخذ شيء من اول شيء انه الطبيعه مش لنا، طبيعه للكل، لكل الحيوانات، لكل العالم، يعني مش لنا نحن، ونحن بدنا نحافظ على الطبيعه. فهذا مثل مشروع توعيه انه نقدر المحافظه على نطلع شيء، ناخذ شيء من الطبيعه ونزيده شيء من عنا، ونقدر نعمل شيء حلو نقدر نلبسه او نعرضه او نستعمله. وكأكثر مشروع توعية انه يصير حياتنا مبنية على هالاساس، انه نحن عم ناخذ شيء من الطبيعة وعم نساعد نحافظ على المجتمع لإلنا وللأجيال اللي رح تيجي من بعدنا. يعني طيب مصطفى وجوليا، خلينا نقوم على الطاولة الديمو هون لحتى لي نشوف شوي انا وياكم هيك هالتصاميم عن قرب، وتفسروا لي عادة كيف بتشتغلوا. بتشتغلوا ثلاثتكم على نفس القطعة ولا كل واحد يمكن بحب يصمم شيء لحاله؟ هلا حسب، يعني يعني حسب كيف نحن حاسين. انه مرات جوليا بتكون عم تشتغل على قطعة بدها مساعدة انا باجي بساعدها، مرات العكس، او مرات كل حدا بيشتغل على قطعة مختلفة معينة. يعني بس دائما بنسأل على بعض، بس دائما يعني انه نستشير بعض، ناخذ آراء بعض. اوكي خبرنا. اوكي هلا مثل ما شايفين هدول الاغراض الموجودين على الطاوله، هدول الحجاره بنجمعهم عن الشط وبنلونهم، يعني ديفرنت انه باترنز مختلفه، رسمات مختلفه، الوان مختلفه، واشياء صغيره بتقدر تزين بالحمام مثل كانه ايه بينصمدوا على الطاوله. بينصمدوا على الطاوله. مثل كمان بنعمل اشياء اكثر مكرره، انه مثل هاي تنكه تونه معموله مزينه، معموله لتصير انه منفضه. اوكي وفي مثل هذاك الصندوق الصغير، هيدا اللي هون هيدا الموجود انه بيفتح، ونفس الشيء انه صندوق موجود عندنا اي شيء لمكياج لبهار كذا بنقدر نزين عليه. موجودين عليه صدف وحجار وازاز موجود على شط البحر. يمكن هيدي هون اللي موجوده هالعلبه، هيدي من خلالها بتعلموا الاشخاص. مزبوط مزبوط. يعني هاي بدنا نحاول نفرجي انه كل الاشياء اللي بنستعملها، يعني حتى الخرز نستعملها من اكسسوارات مكرر، يعني اشياء قديمه ناخذها نحن ونستعمل منها قطع، يعني لما نقدر لما نستهلك كمان لنحاول يعني نستعمل. ممكن شخص جوليا يجيب لكم قطعه مثلا قديمه عنده يشتغلوا عليها لحتى تصير شيء جديد يستفيد منها. هيدي هي الفكره، عشان كمان بلكي بيكون عندك شيء من زمان انت بتحبيها بس بطلتي تلبسيها، عرفتي كيف؟ ففيك تجيب لي اياها وانا بشوف يعني كيف في اعمل شيء جديد منها. حتى انا عم بحكيك وعم بتامل الدريس اللي لبستيه، حتى هيدا الشيء انت عملتيه يا ريت. لانه تابع هيدا في شوي ستيل الافريقي موجود، يعني حتى مرات بنشوفهم على بانتس كثير، مشان هيك فكرت من تصميمكم. اوكي هون هاي رفيقتنا سحر بعثت لنا اياها من افريقيا، جابت القماش من افريقيا ومتعاقده مع عيال افريقيه. اوكي وكل الارباح اللي بتيجي من هذا المشروع، هو مشروع جزء من ذا هلاريس بروجكت، كل الارباح بتيجي حوالي 80% بتنبعث للعيال الموجوده بافريقيا، مثل مشروع دعم اكثر من ما هو نستفيد. حلو. هي اصلا عايشه بافريقيا؟ لا هي سافرت، درست بتسافر بتروح وبتجي. هلا مثلا هي صارت بمكسيك وراحت بيرو قبل وبعثت هدول اغراض من بيرو كمان. اوكي وكل قد ايه بتلتقوا انتم وياها؟ هلا كان بس يعني نحكي دائما يعني متواصلين دائما. هلا في سكايب، خلص من دون الواحد يكون موجود. بتتفقوا هي عادة اللي بتختار القطع بتبعث لكم ولا لازم تشوفوا انتم وتوافقوا؟ لا هي دائما، يعني هي مثل مشترك، يعني كولكتيف بنجمع من كل فكرة. انه سحر هي اللي شجعتنا كثير اول شيء، بس بلشنا هي اللي حبيت الفكرة وهي اللي ساعدتنا، يعني هي دفشتنا اعطتنا اول دفشه وكملنا. اوكي كمان كان بدي مصطفى سؤال. يعني انتم هيدا النوع من ورشه العمل بتقوموا فيها، بتعرضوا هاي المجموعه وبتعلموا، قد ايه في استقطاب؟ يعني اشخاص عم يجوا لعندكم عم بحبوا يتعلموا هالنوع من الموسيقى؟ كثير دائما بيكون. وقد ايه اعمارهم؟ كثير دائما بيكون رده فعل الناس ايجابيه اكيد على المشروع، كثير بحبوا. اعمار متراوحه بين 5 سنين لناس قدنا، يعني كبار. انه اغلبيه لما رحنا عملنا ورشه عمل بجبال، واغلبيه كمان اغلبيه الناس اللي حبوا هن الكبار، يعني حتى للاوريجامي للبابيي ماشي، انه ناس كبيره حابه تعمل هذا الشيء، لانه وصلنا لوقت بطل له، يعني شغل الايد بطل له قيمه. فنحن عم نحاول كمان من هالمشروع انه وعي انه يقدر الواحد يعمل شيء بايده، وصارت كل شيء كبسه زر او على الانترنت او هذا، فصار انه نحاول شغل الايد اللي عم تاخده انت من الطبيعه تقدر تعمل منه شيء، وهيك تتقرب انت من نفسك ومن الناس اللي حواليك، بصير حدا يساعد حدا.
يعني هيدي هوبي بالنسبة لكم؟ هيدي بلشت كله هواية، حتى الموسيقى وحتى الاكسسوارات. هلا صرتوا أكثر على تعطياتنا. هلا عم نحاول. ما عندكم شيء ثاني بتعملوه؟ بدنا ندرس. في عندكم اوكي، في عندكم دراسة بتبعوها. وهون كمان عم نشوف يمكن الحلق. هيدي شو ها؟ هاي مثل بتتعلق اللي بتطلع الصوت بس يجي مع الهواء. اوكي. ومعمولة من ورق، من اوريجامي، هدول مثل طقر الكركي بسموه. اوكي. وقصب وخرز. اها. والقصب كله يعني موجود على البحر او اوكي. مثل ما كنت عم بقول لك انه هي مثلا شيء قديم وعملنا فيها هي وعملنا فيها هي، عرفتي؟ يعني بنرجع بنستعمل قصص. اوكي. وهذا كمان نفس الطريقه، نفس هذا. هي الاوريجامي، هن هدول الطيور. وفي اسطوره يابانيه بتقول انه اذا حدا بيعمل 1000 اوريجامي بيتمنى امنيه واحده بتتحقق له. لا هلا انا صار بدي لكين جيب اعمل شو بيقولوا 1000 امنيه. ايه ضروري. ورشه العمل مين رح يستفيد منها او مين هن الاعمار يلي ممكن يشاركوا فيها؟ هلا ورش العمل، ورش العمل بلشنا عن جديد بجبال، بلشنا نعمل ورش عمل هناك. عملنا الافتتاح من حوالي شهر وعم نستنى لسه ناس ليسجلوا، وعم نعمل ورشة عمل للإيقاع الأفريقي وللأوريغامي وللبابيي ماشي اوكي. عم نعملها بال لأنه بتضلكم قدام الكاميرا. تفضل. بمركز الثقافي، بالمركز الثقافي بجبال. والأعمار متراوحة من الناس صغار لناس كبيرة يعني، والمجموعات بتكون مع بعض يعني، ما بنقدر نحط حدا صغير مع حدا كبير. عم بتحسوا انه عم بيزيدوا الأشخاص؟ أكيد أكيد يعني. أول مرة رحنا، أول نهار رحنا فيه ما كان في حضور كثير، بس انه بس عرفت الناس صارت تيجي يعني. ناس اجت ثاني يوم وثالث يوم بس عشان تشوف الموسيقى والأشياء اللي نحن بنعملها. وأعطينا ورك شوبس ببلاش للناس بس لنفرجيهم عن شو نحن حابين نبلش مع المركز. ومنشكر شكر خاص لرن هوايك ولرنا بارك، لهن اللي يعني شافونا وحبوا شغلنا وهن اللي دعمونا لنبلش ورش العمل. وكلهم صراحة بالمركز بجبال كثير يعني ساعدونا وكثير مهضومين. وقديش عم تتكلوا على شبكات التواصل لحتى هيك صراحة يعني الناس يتعرفوا اكثر؟ اكثر شيء على شبكات التواصل يعني، على الفيسبوك وعلى الانستغرام وعلى الواتساب كمان. وعم نحاول نفتح كمان صفحة خاصة لنا على بس الفيسبوك، انه الكل عم بيعمل هذا الشيء هلا، الكل عم بيبيع او بيعرض الفن تبعه يعني. هي عبارة عن بس تعبير عن رأينا شو نحن بنحب وشو نحن نهار. والفيسبوك يعني أكثر شيء بيسهلنا هالعملية يعني، من كل عنده فيسبوك كل عنده تواصل اجتماعي. كل التوفيق لكم، نحن سعيدين انه كنتوا موجودين معنا اليوم. هيك الناس أخذوا أكيد فكرة عن شغلكم، وإن شاء الله كمان بيشاركوا معكم بورشة العمل إن شاء الله. تانكي مصطفى، تانكي جوليا. مشاهدينا، لكل يلي ما يتابعوا البرايم الأول من برنامج دستا نجمة العرب اللي هو من إعداد وتقديم زميلنا بلال العربي، الليلة فيكم تتابعوا الحلقة عبر شاشة LBC الساعة 7 بتوقيت المملكة العربية السعودية. صار في لحديث هلا لكان 12 صبية عم بيتنافسوا على لقب نجمة العرب، ووحدة منهم رح تربح هاللقب، وطبعا رح تمثل الست نبيلة عبيد بفيلم. رح نتوقف هلا للحظات قليلة مع الإعلان وبنرجع نتابع، خليكم معنا. اثنتا عشرة صبية تأهلنا للمرحلة النهائية. رودي سماحة من مصر، سالي جفال من الجزائر، هبة رحال من مصر والجزائر، ماريا زبيك من لبنان، ريما ناصر من فلسطين، شيرين سيف النصر من مصر، فرجانية بن حمزة من تونس، كاميليا مجاهد من المغرب، هبة وحيد من مصر، آمنة طعم الله من تونس، أفنان مؤمن من مصر، أمان الصيد من تونس. سوف تبدأ المنافسة، ترى من سيفوز بلقب لصار نجمة العرب. مرحلة التصفيات تبدأ هذا الأسبوع.
متابعين حلقتنا لليوم من ببيروت، وهالفقرة منخصصها لكل سيدة بتتابع برنامج ببيروت، لأنه رح تكون مع خبيرة التجميل جورجيت ريشا. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. اليوم رح تعلمينا طريقة رسم الحواجب. طريقة رسم الحواجب، واليوم رح نعمل شعرة شعرة. رح نشوف كيف فينا نعمل طريقة الشعرة شعرة بدون التاتو، يعني للسيدة اللي حابة تعمل حواجبها بطريقة هير باي هير ومش حابة تلجأ لطريقة التاتو وتطلع بلوك معين. شفتك أنا اليوم بدي أتعلم، بدي أقوم معك وبتعلم أكيد هيدا الشيء. وطبعا معنا شانتال ومعنا شانتال كمان رح تكون موجودة معنا بهيدي الفقرة. بداية خبرينا شوي قدي اليوم العالم عم تلجأ لتاتو الحواجب. بتعرفي عم يلجأوا كتير لتاتو الحواجب لأنه كل السيدات صاروا يشتغلوا، يعني ما بقى عندها وقت إذا عندها شعر خفيف بحواجبها وما عندها نمو، ما بقى عندها وقت كل يوم تقوم وترسم حواجبها، فبتلجأ للتاتو. أما بالنسبة للناس اللي حابين عندهم فراغ وما عم يطلع فيه، أو سيكاتريس قديمة من جرح واقعين او شيء، كمان بيلجأوا للتاتو. وفي ناس بحبوا يعملوا تاتو، يعني عندنا كذا نوع من الناس اللي بيلجأوا للتاتو. لما بيجي بقول انه ليه حابه تعملي تاتو، تعي نجرب انه نربي الحواجب. اول شيء نجرب نظبط الشيب على طول، انا عندي اهم شيء جرب ظبط الشيب، ما زبط بقي عندنا فراغ، عندنا تصحيح، بلجأ للتاتو تيكون تصحيح ويساعدها مش يشوهها، يعني يعطيها اجمل. عم بيعملوه بطريقه صار حلوه، التاتو ناتشورال مش غير، بس اللي اختصاصه عم بيعملوه بطريقه كثير منيحه. انا مثلا بدهم تظبيط حواجبي بس خاف من التاتو، خافي من التاتو وما بدي، فيمكن اليوم هيدي الطريقه انت اللي حتعلمينا اياها هي الانسب. هي طريقه كثير حلوه انك فيك ترسمي فيها الشعره شعره، لانه اذا ما على بالك تعبيهم فيلينج كامل. صح. بالشادو. نعم. وجديده وحلوه والعالم عم بتحبها. يعني جورجيت قد ايه يعني بطريقه رسم الحواجب نقدر نغير شكل الحاجب كليا كمان؟ ليكي على طول فينا نغير شكل الحاجب، لانه اليوم موجود عندي كل انواع البني انا. يعني عندي البني الفاتح والغامق، يعني على طول بقدر اجيب اللون القريب للون الشعره تبع حاجبنا، فانا عندي اقدر اغير موديل الحاجب مثل ما انا بدي، بس اكيد بالمسافات الموجوده بقلب الوجه، يعني اذا الوجه صغير والعيون ما بيحملوا انه اعمل الحواجب العراق. يعني حسب شو بتلبق لك. مزبوط. مزبوط، كل شيء شو بيلبق للسيده بنلجأ له نحن. بيقولوا عاده الوحده لازم، كمان هون بدي اعرف راي شانتال، لحتي لي شوفوا اذا ما يعني حواجبهم مزبوطين، بتحطي مثل قلم من الحاجب للمنخار. مزبوط، من المنخار للعين للحاجب تتشوفي المسافه بيناتهم قد ايه لازم يكونوا بعاد عن بعضهم. بين هون مزبوط. وكمان من الاخير لازم تشوفي بالاخير كمان من المنخار على العين لاخر الحاجب بهالطريقه. مزبوط. وكرمال الانجل فينا ناخذ على ببو العين على النص وبناخذ الانجل تبعها على 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 محل. ايه نحن على طول بنسمي الحواجب ا ب سي، فالبي بدها تكون على ببو العين عنا. نعم. انت عامله تاتو؟ لا حواجب رسمتهم شوي. اوكي. جد بتحسي في موضه للحواجب معينه تدرج كل فتره ولا بترجع حسب كل واحده؟ على طول بالبيوتي على طول عندنا موضه، بس انا بقول لهم الموضه ما تروحوا فيها على طول للاخر، يعني اليوم عبالك تعرضي حواجبك عرضيهم بطريقه تلبق لك مش بطريقه كثير عريضه تخبي لك وجهك، يعني على طول ما تروحوا للاخر بس خذوا من الموضه واعملوا اللي بيلبق لكم. نعم. شانتال ايه الحواجب كيف لازم يكونوا مزبوط، يعني شو بتاخذي؟ مثل ما كانت عم تحكي اكيد مثل ما عم تحكي جورجيت، بس انا بهمني انا كثير بحب الحواجب يكونوا ناتشرال، يعني مثل ما هلا دارج كثير الشعره شعره الناتشرال مش اللون اللي كثير غامق، اذا وحده مثلا كثير شقره اوقات بتعمل حواجبها كثير غامقين، بالعكس بحب انه يكونوا ناتشرال شعره شعره. هلا هيك كرمال هيك بلشت الشعره شعره من ورا، لانه من ورا صار ناتشرال اكثر. هيك عاده الصبيه اذا بدها تعرف قد ايه لازم ترفع او تتخن لازم تاخذ مثلا المدى تبع عينها. اكيد مدى عينها، مدى عينها بدها تشوف شو اللي بيلبق لها، ممكن يكون مثلا ما يكون عندها كثير مدى بس بيلبق لها شوي انها تتخن حسب كل وجه هون. أوكي. حسب كل وجه يعني ما في رول معين لازم يكون عندهم
جبين شوي عريض مع مدى بالعين. مع مدى بالعين. مزبوط مزبوط. أو يعني هم مريضين محمودة يعني معينة حواجب عراض. ايه. بعدين فيهم يكونوا عراض من قدام للآخر وفينا إذا عندها قشطة شوي نشقلهم يعني بينوا عراض من قدام ويطلعوا لفوق. أنا مش كلهم بيلبق لهم حواجب ايه. مايا دياب أكيد لا. يعني مايا بيلبقلها لوجهها لشكلها لأنه هي عملت هيدي بفتكر هيدي ترند قصة الحواجب وخاصة الشقر وبتوقف الحواجب صاروا كلهم عم بيعملوا نفس الشيء مش كلهم بيلبق لهم في اللي ما بيحبوا يعملوا تاتو جورجات اللي بيحبوا يضلوا يغيروا حتى الشيب تبع الحواجب حتى بشيب الحواجب بقول لهم بيحبوا يضلوا يغيروا ما بيعملوا تيغيروا اوقات بيرفعوا اوقات بس بالعكس حلو يكون ناس انا بقول لهم اذا عندك حواجب عرات حافظي عليهم مزبوط لانه مع الوقت عم بخف عنا الشعر يعني حافظي هلا عندك حواجب عرات ظبطيهم بتقدري ترفعيهم شوي تشقليهم ظبطي بالرسمه تعمليهم شوي سيف ثمانية مثل ما بدها بس انه تضلها بالليميت الشعر الموجود عندها ما ترفع منهم ما تشيل منهم لانه نعم يعني اليوم بنشوف كثير بيكون عندهم حواجب حلوين وناتشورال بيلجأوا للتاتو فيعني ما بنحب بيندموا في منهم قد ما بيشيلون بيندموا ما بتعود تطلع الشعر هلا اذا نحن اشتغلنا بطريقه صحيحه تاتو قبل ايه واشتغلنا بطريقه ناتشورال على حواجبك بيزيدهم جمال يعني انا عامله لناس عندي بالمركز تاتو عندهم حواجب كثير حلوين بس عرفت نقيت اللون على لون بشرتها على لون عيونها على لون شعرها والرسمه تركتها ناتشورال مثل ما هي حواجبها موجودين عبيت بقلبهم انا بطريقه الهير باي هير اكيد جورجات خليني اقوم انا وياك وشانسال لحتى لي نتعلم بما انه انا مريضه وانا رح اجي معك دغري قمت بدي اتعلم الموضوع كمان جورجات كمان في هلا اشخاص عم بيستعملوا مثل ماسكارا جايبت لي كل شيء انا جايبت لي كل لا مش هيدا قصدي الماسكارا اللي مثل تريتمنت بتسمك الحواجب فعالة سمعتي فيها؟ ايه انا عم بستعملها هلا عم تستعمليها ايه بس بعد بعد لا صار لي شي جمعتين لنشوف اكيد نقول هاي للصبية كمان تنكيا تنكيا سينتيا هلا بنشوف لكن حواجبها كيف هن اصلا هلا هون جورجات عم نشوف انه سينتيا شعرها اسود ما تنصحي انه الحواجب بيتعلموا بنفس اللون لا من نعلم بالبني اللي مثل لون حواجبها ويكون قريب للون الشعر بس اكيد مش اسود لانه بيعطي قساوه قساوه وحديه في فتره درجه تاتو الاسود في فترة أول ما بلشت تاتو التاتو الأسود الرفيع يا حرام يا حرام هلا تيجوا يشيلون شو عم نستعمل هون؟ هيدا الفات اوكي خصوصي للحواجب لونه بني اوكي رح نبلش هلا نطلع مع الشعرة هلا أنا عم بعمل أول خط وبرجع بعيد عليهم اوكي لكن من بين الحواجب بين الشعر بنصير نرسم شعر كأنه شعر رفيع هيك بينشغل التاتو ما هيك جورجات؟ نفس الطريقة نشتغل التاتو بس التاتو اللي عم بيعملوه في أشخاص شعر شعر عم بيطلع مثل الإبر واقفين واقفين أنا بشتغل طريقة طريقة ال 3D يعني إذا بدك بتسميها هيك مسميينها اللي بلحق الشعر حتى هلا إذا عم تلاحظي عم برسم هون الشعر تالي عم بطلع الشعر نايم بلش نايم معهم أنا نعم أوكي كرمال تعطيها لوك ناتشورال بس هي اوريدي هون عندها حواجب عندها حواجب بس خفيف يعني ما فيها تطلع فيهم مش معلمين قد ايه بداين جورجات هيدا الفاتر يلي عم بتحطيه؟ نحن كل شيء بنستعمله ووتر بروف يعني بضلوا مدينة تتغسل وجهها بالصابون يعني بلا لو عرقت لو نزلت على البحر ما بيروحوا اوكي يعني بالمي اذا غسلت ساعتها بيروح مزبوط جورجات كمان مش حلو يكون تكون الشعرة شوي في كثير ناس بيقصوا الحواجب زياده عن اللزوم مزبوط هلا انا بس بقص الاشياء مزبوط بس بقص لها شوي من حواجبها اللي واقفين تعطيها لوك ناتشورال هلا هون بلشت زيد الشعر يطلع تكه لبرا هون عم تشتكي بطريقه شوي ولا تكتين ولا تكتين مهضومة جورجات شفتي؟ ليك عربيتي مش كثير منيحة يعني بتجنن سوري جورجات ما فيك تقولي هيك كان معنا هلا بنت قبل شوي ايطالية بتحكي عربي كثير منيح بلش يبين غير اوكي هلا بس تقعد ببين اكثر هلا اصلا بس ينشف الحبر كمان كمان
مش احسن اذا بنستعمل شوي الافتح؟ الافتح لا ما حلو، لا ما بيطلع ما ببين. هلا هذا ديجا فاتح وما كثير عاطي، لازم اقعد انا وتشتغلي على حواجبي. بس عرفت هالفكره قلت له ليه ما قعدتني وعملت لي لالي انا. ما كنت عارفه انك عبانك، لكن انت حواجبك كثير حلوين، بس كثير حلوين وناتشرال. لا حلو بتقرب على حواجبك جوعه. عادة لما بتكون الصبية شعرها أشقر أي لون بتنصحي تستعمل على حواجبك؟ البن الفاتح. البن الفاتح ليكي في منهم بيكون شعرهم أشقر وعم يستعملوا بن غامق كمان حسب لون البشرة يعني ولون العيون، إذا عيونها بلو عيونها بني ما هلا هي فتحة عينها اسم الله كبيرة، بيلبق لها شوية تمد الحاجب أكثر من ما هو ولا لا؟ هي ما بتحب تمدهم كثير يعني، على طول أنا عم شلح حواجبها بتقلي بليز قصري قد ما فيكي، بس هو أنا بحب مد شوية الحاجب. عم تشوفي عم تتنقوزي؟ نعم. هلا عم مد لها. اطلع عليا انا بعرف شو هيك حزحلك تعي غير سجني غير اوكي نحسي. هلا فينا نحن نضل نعلم يعني بعد دير مره قد ما بدنا. قد ايه هي السيده عبالها انه يكونوا غامقين ولا فاتحين؟ كمان اول اللي جرب عم بتطول انا هالطريقه. ايه طولت شوي يعطي لوك ناتشورال. يعطي لوك ناتشورال كرمال هيك حلو، مثلا ما يقصون كثير من قدام، ما هيك جرجات؟ ايه ما كثير يقصوا، بس يرتبون حتى ليكي من ورا انا ماني قاصه، عم مشطهم تيناموا. بتحطي لهم شي جيل بعدين تثبتيهم؟ هيدا هو اوكي مثل الفرشايه بنمشط فيها، هي ما بتتعلم على الجلد ابدا يعني، بتدلهم الحواجب مثل ما هن، بس عم تصبغ لي الشعر، عم بتغمق لي لون الشعر شوي. فينا نستعمل هاي لوحدها بدون ما نرسم اذا كانوا الحواجب؟ اذا عندنا حواجبنا مرسومين كثير عندنا رسمه حلوه فيهم وما عبالنا معبي الفراغات، فينا نلجا لهي. اذا الحاسه مثل الرسمه بقت مثل ما هي وما دقت ابدا بالجلده، بس علمت لي الحواجب بالشعر. هاي مثل الماسكارا البني اللي بيستعملوها مثلا؟ مثل الماسكارا؟ لا مش مثل الماسكارا مضبوط، لانه هي بس عم بتدق بالشعر ما عم توصل للجلده. اوكي الماسكارا شوي بيوصل فيها على الجلد تبع الحاجب، هيدي جوست للشعرات. جورجات بنشوف موضة الحواجب المسحوبين كثير موجودة اليوم، قد ايه بتحسيها بتحل العين وبتعطي جمالية لو الوحدة يمكن حواجبها مش مسحوبين؟ بتعطي كثير كثير جمال للعين، لو الوحدة حواجبها مش مسحوبين فيها تطولهم هي وتسحبهم بالشادو. كنت عم بتطلع على الإكران عم شوف من بعد ما حطيتي هيدا الجيل ايه؟ واشتغلتي بينوا ناتشورال أكثر ايه؟ لأنه تمشط تمشط وكأنه شعر. أنا هلا كمان شفتهم، وفينا إذا عبالنا إنه نبين عيننا شوي أعلى والسحبة نعم. نشتغل بالكونسيلر من بعد ما نرسم الحواجب ونحطه تحت الحاجب. طيب جرجات هولي فينا نلاقيهم بس عندك يعني؟ ايه هولي انا جايبتهم معي من برا. اوكي طيب بدك حدا من برا مثلا عباله؟ هلا نحن وصينا رح يصير في منهم موجودين هون. واذا حدا من برات لبنان بتوصلوا له؟ بنوديهم. لانه انا اكيد هلا في كثير اشخاص اكيد بختام الحلقه رح يحبوا يستفسروا ايه عن هالموضوع. اكيد نحن فينا نودي، وهلا نحن طالبين يعني للمحل عنا لانه كثير اجى طلب عليهم. انا جبتهم لالي اول شيء وجربت، ما بجيب شيء انا بعطيه للعالم قبل ما انا كنت جربته على حالي وشغله فيه يعني وشايفه قد ايه هو افيكاس وقد ايه بيضاين. كم لون في منه هيدا؟ في منه الافتح وفي منه الاغمق. لونين بس لونين. يعني ايه؟ بني غامق وبني فاتح. مظبوط. هيدا حتى للي ما بيشيلوا حواجبهم وحابين هيك ايه. يعملوا رتوش كمان صح. فيهم اذا شفتي انا عم بدل ما يحطوا الاومبر يلي بنحط عاده على الحواجب او القلم او حتى في كمان مرات مثل الجال البني اللي بيطلع مجبل كانه مظبوط. اذا لاحظت شيء انا بالكونسيلر مظبوط عطت سحبه اكثر للعين وحددهم اكثر وبينهم اجمل للحواجب. فينا نحن عاملين الميك اب وحاطين رموش وحاطين اي لاينر وتركت انا البوبيير فاضيه. اذا عبالنا فينا نروح للالوان الترابيه، حتى بالصيف بعده دارجه الالوان البني، بس شوي الافتح من ال انا المفضل عند البني دائما بحاول انه كل دائما يكون بني كثير حلو. انا عم بحط بالنسبه كثير الوان ما بتحمل ايه البرونز كثير حلو كثير حلو.
يعني في ناس بيقولوا انه البني لون دافي وخلص بدنا نضبه بالشتويه، انا بقول ما تضبه لانه كثير حلو على البرونزاج كمان. صح. حتى الميك اب البرونز اي جورجات قديه بيعطي حلو كثير حلو. بس كيف جي لو ستايل تبع الميك اب جي لو كيف بتعمل هالبرونز؟ بتحسي كانه مش حاطه ميك اب بس بنفس الوقت في جلو، جلو كثير حلو. هيدا هو انا بكره بدي اجرب اعمله بسرعه بهيلي، عن جد بدي اشوف كيف طريقته. بتعرفي من يومين بالزيت كنت قاعده على يوتيوب عم بحضر تشوف شو بحطوا كيف بيعملوا لحتى توصلي لهالميك اب هيدا. طبعا ما عرفت ما وصلت. خلص خلص انا هي وعدتني انها بدها تجي. انا بس اذكر مع انه جورجات دائما بتقول انه من بعد الحلقه بنروح سوا، بس دائما بعد الحلقه بتروح على شيء ثاني. بس ما انا ما بدي اروح من دون نيفين. ايه لا خلص نيفين مش يلا وينك؟ لا انا كنت ميك اب جيلو بدنا ننطره ميك اب جيلو لازم ضروري. هون عم نشوف عم بتحطي الاومبر اللي فيه لمعه، اللي فيه لمعه على جولد لانه كثير حلو مع البني الفاتح وبيعطي شوي ضوء للعين. لانه حاطين اي لاينر وحاطين رموش فمنضويها شوي على طرفها وبتعطي هي العين اوسع. اوكي رح نحط شوي بيتش فاتح وخلصنا. تحت الحاجب دغري. تحت الحاجب دغري. اوكي. قد ايه لما ينرسموا الحواجب بطريقه مضبوطه احيانا المره ما بتعوز تحط ميك اب عيونها دغري ببينوا لها عيونها. كثير كثير عن جد كثير بتفرق الحواجب يعني. بس انا بيجوا لعندي ناطين حواجبنا برسم لهم اياهم شيء بيقولوا لي واو قد ايه دغري بغير. ايه دغري بلاقوا غير فورم العين. هيك كان قاعده شوي نشوفهم على الاقل. يلا خلينا نشوف كيف واجب طلعوا مع الميك اب اللي فوق العين اللي اشتغلتيه. الميك اب هيك دغري ديركت بس هيك حطينا توش. اوكي لحظه مش مبين وحتى الكاميرا بتفضح مرات لانه مع الاضاءه مزبوط بس كثير مبين مزبوط مبين مبين شعره مزبوط فيري نايس كثير حلو. جورجات اكيد مش رح تحكي هلا حدك. لا بقي حدك انا اليوم. بقي معك بدي اكل كل الباستا. طيب ليش عم بمزح معك سنتيا. ثانك يو لك اكيد لحضورك معنا. جورجات وكمان شانتال رح ندوق بعد شوي شو حضر لنا الشيف هاني ابراهيم. طبعا التحضيرات عم نشوفها هلا، في عنا باستا، في عنا كمان ديسير من بعد الباستا بني ارابياتا، وفي هيك معموله بطريقه كثير حلوه مطبخ كثير طيب. لكن فاصل اخير ومتابع حلقتنا خليكم معنا. اكتشف عالما جديدا من الترفيه التلفزيوني مع ماي اتش دي على عرب سات. ماي اتش دي تمنحك اكبر عدد من القنوات عالية الوضوح في المنطقة. شاهد 46 قناة اتش دي مشمولة مع جهاز الاستقبال لمدة سنة فقط مع ماي اتش دي. احصل على عرض ماي اتش دي هيوماكس ووفر 50% بالاضافة الى 3 أشهر مجانية من خدمة التلفزيون حسب الطلب من سيليفيجن. لا تفوت هذا العرض، اسرع الى المحلات التالية اليوم. الحين خلونا نسمع وش بيقول. خميس ومالي خلق ازعل مهما تستفزوني، خميس ومالي خلق ازعل انا فوق السحب هناك شوفوني. رابح صقر كسر الدنيا غيابك من غراك، كل شيء انطاح من فوق وتكسر. 30 اغنية يا حبيبي ضحاياك يهمك مجدي ينسي مجالة. عودة الكبار دائما بحجم الحدث. ألبوم
أوجه المعنى للفنان رابح صقر حاليا في الأسواق. إنتاج وتوزيع وفوق 30 أغنية، 8 أغاني فقط على iTunes.com. أتوقع كذا أبو صقر وروتانا عداهم العيب. هالمطبخ هون رح يجمع لبنان كله. جاية من دار ميميس، من عرمون علي، من بيروت. جبال. بدي أعمل طبخة بتصور إنها جديدة. حبيبي انت، انت الوحيد. خضرة مشكلة، بازيلا، جزر. عم تشتغل بتقليلهم شوفوا. والله شغلة حلوة. من المفروض إنه الإنسان يتعلم. احضرونا وشوفوا شو عنا شي جديد. عنار لطيفة يوميا الساعة 12:30 الظهر على الـ LBC. وصلنا لآخر فقرة، فقرة التيستينج، واليوم الشيف هادي إبراهيم موجود معنا. خلونا هيك اليوم الشيف هادي حضرنا أطباق كثير طيبة. طبعا لك أنا فكرت طبعا ما بيتفوت أكله للشيف، مش أول مرة بيكون موجود معنا، دايما أكله طيب بالفعل. أوكي، والدسير كمان هنحطهم هيك بالنص. هيك أوكي. يلا تفضل شيف. بالمختصر في عنا دو بلا اليوم عاملينه، عنا بلا باستا وعنا بلا دسير. عنا باستا، عنا دولشي. دولشي هو دسير بالإيطالي يعني. دولشي هو الكيك مع الماسكربوني والفراغولا، والباستا هو البيني الأرابياتا معمولة على السيسيليان ديزاين مع الإيج بلان والبارميزون تشيز والهيرز والحبر. مرسي شيف، يعطيك الف عافيه وسلامتك. شو رايك نشوفك قريبا جدا؟ ثانك يو. مشاهدينا خلونا ننتقل لعند برنامج سيدتي وتحديدا الزميله رنيم لنشوف شو محضرين لنا لليوم. مساء الخير رنيم. مساء الخير ماري نويل، ومساء الخير نانسي، واكيد مساء الخير لكل فريق عمل ببيروت. اكيد طبعا متابعين برنامج ببيروت، لكن خلونا نعرفكم على فقرات سيدتي لليوم. اليوم مشاهدينا بنتعرف على ما يسمى بفنون الوهم او تهكير الذهن. كمان بيكون في ضيافتنا مهندسه متخصصه في المعارض والمتاحف، وبيكون في ضيافتنا طلال القحطاني الشهير بفيكتور. ايضا بيكون لنا قراءه انسانيه في اسلوب التعامل في المجتمع، وبنتعرف على فوائد تعليم الاطفال السباحه. هذا اضافه طبعا الى العديد من الفقرات المتنوعه اللي تهم كل امراه واسره عربيه. شكرا نانسي وماري نويل، واكيد طبعا متابعين، واكيد مره ثانيه تحيه لكل فريق عمل ببيروت. ثانك يو رنيم، وتحياتنا لك. اكيد كل التوفيق بحلقه الليله. و ثانك يو شانتال. ثانك يو لكم. ميرسي لك كمان جورجيت. ميرسي لكم. بشوفك نكست ويك اذا الله راضي. هلا برجع بقول لك ان شاء الله على السلامه اذا ما شفناك. واكيد الف صحتين. ثانك يو لكم كمان. ولهون بنكون وصلنا مشاهدينا لختام حلقتنا. بنلاقيكم بكره بحلقه جديده. كونوا كثير على الموعد، وباي باي. باي باي.